بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي اي تي سي في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. اسمحوا لي أكون موجود مع حضراتكم فيها لتقديمها بشكل استثنائي النهاردة، يعني لتعب كده بسيط ألم بالأستاذ محمد شبانة، بنتمنى له السلامة وإن شاء الله يكون موجود مع حضراتكم في حلقة بكرة بإذن الله. وطبعا يعني طالعين بعد فوز مقنع حقيقي، كان مقنع للنادي الاهلي قدام فريق انبي في الدوري الممتاز. النادي الاهلي يبدو ان هو متمسك بالاستمرار على الصداره حتى مع وجود عدد كبير من المؤجلات. النهارده مارسيل كولر بيدفع بكل اوراقه الاساسيه تقريبا باستثناء غيابات كانت اجباريه، يعني محمد الشناوي غياب اجباري، كهربا عنده بعض كده المشاكل العضليه، كمان حسين الشحات نفس الحكايه في اجهاد حاله اجهاد، فهو دفع بتشكيله الاساسي وبس حط البدلاء بشكل اضطراري، وهم عموما بدلاء الاهلي ما عادش فيهم بدلاء الحقيقه. مارسيل كولر جهز فريقه الاساسيين على نفس مستوى اللاعبين البدلاء، لكن مؤكد احنا كنا متوقعين انه يحصل تغيير في تشكيل النادي الاهلي النهارده وانه يكون في دفع ببعض الاسماء من على الدكه لاسباب كتير. اولا لانه النادي الاهلي اكيد عنده مباراه مهمه قدام الوداد المغربي، مباراتين يوم 4 ان شاء الله الشهر القادم 4 يونيو على استاد القاهره، ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا و11 بعدها باسبوع باذن الله في ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا مباراه الاياب. فكان متوقع وكنا منتظرين ان تحصل بعض التغيير في التشكيلات، خصوصا كمان ان النادي الاهلي لسه عنده ماتشين قبل ماتش الوداد، ماتش يوم 26 مع طلائع الجيش وكمان يوم 29 مع سيراميكا، ماتشات مش سهله لانه مثلا فريق زي طلائع الجيش مؤكد انه بيحارب على فرص بقاء، وكمان حصل بعض النتائج النهارده او نتيجه مهمه كانت بخساره اسوان قدام البنك الاهلي، فتكعبلت كده حسابات البقاء وبقى في فرق كتير عندها امل وفرق كتير كمان دخلت في الصراع وبقى عندها مشكله فيما تبقى من الموسم. وكمان مباريات سيراميكا دايما قدام الفرق الكبيره ما بتكونش مباريات سهله، وسيراميكا برضو من الفرق اللي بتدافع عن حظوظها في الدوري الممتاز على الاقل في المنطقه الدفاع، فتوقعنا انه ممكن تحصل بعض التغييرات. هل مارسيل كولر يعني شايل التبديلات دي وشايل الإراحة للماتشين الجايين بحيث يدخل لعيبته مثلا الأساسية فورمة النهاردة ويريحهم الماتشين الجايين، ما يقول ما اقعدش بقى مثلا 10 أيام ولا حاجة مريح لعيبتي يعني الفورمة بتاعتها أو حساسية المباريات تبعد أجي ألاعب الوداد يبقى في مشكلة؟ ممكن يكون بيفكر بالشكل ده. مؤكد في كلام كتير هنتكلم فيه النهاردة ومحاور كتير الحقيقة هنتكلم فيها، محاور فنية، لكن طبعا وكالعادة بيشرفنا استضافة واحد من نجوم الكرة المصرية نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ونادي الزمالك كمان ومحللنا في اي تي سي كابتن محمد عبد الجليل. منورنا يا كابتن. منور يا دكتور، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله والف سلامة على الاستاذ شباب. الله يسعدك، عارف انت مفتقده، بتعملوا انتوا دويتو دايما كده، هات وخد، دويتو عظيم. هو دايما بيقنعني. فيعني ايه انت ليك انت النهارده هتاخد الكوره وتلعب براحتك. مش هبص مش هقنعك بحاجه، هسيبك براحتك. لا يا حبيبي ازاي كده. شفت ازاي النهارده الاهلي طبعا كسب 2-0 ومحمد شريف جاب جون حلو قوي وعبد القادر كمان احرز هدف بتسديده بعيده. النهارده مارسيل كولر لعب بال 11 الاساسيين، يعني حتى بخلاف التغييرات الاجباريه لعب بايه؟ علي لطفي في حراسه المرمى، نفس رباعي الدفاع باستثناء بس قعد محمد عبد المنعم، لكن طبعا متولي وياسر ابراهيم كانوا موجودين، محمد هاني وعلي معلول الاثنين باك يمين وشمال، الثلاثي بتاع الوسط الثلاثي الاساسي طول الوقت مروان عطيه وقدامه حمدي فتحي واليو ديانج. تبديل كان في خط الهجوم، لعب بيرسي تاو زي ما هو حافظ عليه واحمد عبد القادر بدل حسين الشحات، ومحمد شريف كده كده كان بياخد ويدي مع كهربا الفتره اللي فاتت فمش هنعتبره لاعب بديل. بس هو التشكيل احنا كنا يمكن الحلقه مع الاستاذ شبانه اللي قبل الماتش قبلها بيومين كنا متوقعين ان متولي وياسر، قلت هيريح عبد المنعم وقلت هيريح واحد من هاني او علي، فوجئت برضو ان هو لعب هاني وعلي معلول. برضو قلنا ان شريف ممكن يلعب مكان كهرباء وعبد القادر مكان حسين، ان هو مصر على بيرسيتاو وانا بقلق منه على الاجهاد، مصر على علي، مصر على هاني، مصر على الثلاثي بتاع نص الملعب حمدي ومروان واليو. بص ماتشات الدوري ما اعتقدش ان هي محتاجه، بس انا محتاجه ثلاثه فلات كده زي حمدي ومروان واليو. انا ما اعتقد ان الراجل
عايز يعمل بيفكر في حاجه للماتش النهائي، فهو بيدي زي ما انت قلت يا كابتن الاحساس الماتشات يفضل مع اللعيبه ما يبعدوش 10 ماتشات بس. في الغالب الماتشين الجايين لازم يريح 2-3 برضه ويدفع. الحمد لله رب العالمين ان عبد القادر هو موجود واحرز هدف حلو، شريف موجود، فانا ما اعتبرهمش بدله يعني طبعا. انا بعتبر ان عبد القادر اول الموسم هو اللي كان الاساسي بالظبط. نفس الكلام شريف كان بياخد قبل ما كهربا يرجع العودة الحميدة بتاعته. اللي انا قلقان عليه بس بيرستاوم الاجهاد، لانه هو وصل لفورمة عالية قوي، ودايما اللعيبة يا دكتور لما يوصل لفورمة عالية قوي ساعات بينزل، فانا بخاف من النزلة بتاعته في اخر الموسم، خصوصا ان هو ليه هيستوري وتاريخ برضه من الاصابات ما يطمنش يعني. بالظبط نفس الكلام على حمدي فتحي ومروان واليو. معرفش هو الراجل خلاص مقتنع بالطريقة دي. ما اعتقدش الدوري المصري بيحتاج الثلاثة الديفندرات دول اللي هم الفلات، بس زي ما انت قلت هو بيفكر في حاجة لقدام، ان ده سيستم لعبه وده طريقته فمش هيغيرها، بدليل ان هو الشوط الثاني غيرها خالص، ان هو لاعب قفشة ولاعب القندوسي ولاعب بديفندر واحد، فهو دي الطريقة اللي هيفضل ماشي عليها متهيألي الماتشات اللي جاية، يكسب الشوط الأول وبعد كده بيريح. شفنا النهاردة القندوسي في الشوط الثاني في مكان هو جديد عليه اللي هو جناح يمين مكان بيرسي تاو، هو طبعا لاعب اشول بيلعب برجليه الشمال بشكل اساسي، والحقيقه ادى بشكل كويس الفتره اللي لعبها، ادى بشكل كويس، وهو من اللعيبه اللي عندها المهارات زايده شويه، يمكن عنده شويه سوء حظ في الفينش، لكن بيرقص كويس وبيعدي اكتر من كوره بيعمل خطوره. انت شايف انه ممكن يكون ده اتجاه جديد او بعد جديد او اكتشاف جديد في القندوسي انه يلعب في الحته دي، خصوصا انه خلاص حسين الشحات بقى ثبت نفسه في الحته الشمال مع احمد عبد القادر. طاهر لسه مش مقنع قوي بعد ما رجع من الاصابه، طاهر كان بادئ السيزون كويس جدا لكن مش مقنع، فبالنسبه له هو عايز يجهز بديل في الناحيه اليمين. فهل القندوسي باللي قدمه النهارده والاداء الايجابي ممكن يدخل افكار كولر في الحته دي مع بيرسي تاو؟ طبعا بيرسي تاو هو الاساسي طبعا، بس انا بيني وبينك انا ما بقدرش اقيس على ماتشات الدوري هنا. الدوري هنا المصري الفرق كلها مش ند قوي للنادي الاهلي يعني. القندوسي ينفع يعملها هنا، بس في ماتشات افريقيا والماتشات التقيله القندوسي مش بيلعب وينج يعني، هو دايما بيبقى رقم 10 او صانع العاب، فهو دي بيجيد فيها لان هو مش سريع بالظبط يعني، هو عنده سنه بطء كويسه، بس هو مهارته هي اللي بتسلكه في كور كتير، انما واحد ضد واحد ما يقدرش يزقها زي بيرستاو زي حسين زي عبد القادر. اعتقد ان هو الراجل بيشوف اماكن لكذا واحد عشان للزنقات مش اساسي يعني، هو بيقول ان لو بيرسي حصل حاجه او في اخر الماتش ممكن نلعب القندوسي في الحته دي يقفل على الباك بتاعهم او حاجه يقدر يعملها يعني يقدر يعملها. الناحيه الثانيه حسين وعبد القادر شغالين، طاهر اللي فيه لغز. طاهر انا بقول له زي ما قلت لحسين قبل كده، حسين وهو في اسوأ حالاته قلت له يا حسين خد الكره وروح رقص. انا بقول لطاهر العكس بقى، ما تروحش ترقص لان هي مش ماشيه معاك، وبعدين ما تحاولش تجيب جون يعني، دايما اللعيب لما يعوز يجيب جون باي طريقه ما بيجيبش. النهارده مضيع انفراد سهل جدا يعني، طاهر المفروض يهدى شويه، لا يلعب اللعب بتاعه اللي هو طاهر لعيب تكتيكي مش مهاري قوي بالظبط، فهو لازم يستغل الحته دي عشان يبقى ليه مكان يعني. الراجل بيديله مره واثنين وثلاثه، لان الطاهر الراجل بيعتبر طاهر لعيب تكتيكي قوي هينفعه في اوقات دفاعيه اكتر من هجوميه. انا عندي تخيل كده بالنسبة لحالة طاهر تحديدا، مش عارف هتتفق معايا ولا ايه. طاهر بدأ الموسم مع مارسيل كولر الحقيقة على أفضل ما يكون، وكان بيفضله مارسيل كولر لأنه بيلعب الأدوار الدفاعية بشكل هايل جدا، وكان بيوظفه تكتيكيا، وشفناه معاه الحقيقة في أكتر من مباراة كان متألق. جت فترة الإصابة، فطبعا مع إصابة طاهر وكمان كان إصابة أكرم وإصابة كريم فؤاد، فالتشكيلة الهجومية بتاعت مارسيل كولر اتغيرت، فتحولت من طاهر وعبد القادر وشريف لبيرسي تاو وعودة كهربا وحسين، ثلاثي مختلف تماما خالص. فطاهر لما رجع ولقى يعني التشكيل بقى عامل كده، وده شكل تشكيل الاهلي الاساسي وماشي وبيكسب، فهو انا حاسس انه عايز يعمل كل حاجه، اللي هو أيوة عايز ارقص واجيب الجوان واعمل كل حاجه علشان احط نفسي تاني. فالحاجات دي ممكن تيجي بالعكس، هي جايه معايا بالعكس. طاهر لو ركز لعبه تاني اللي هو يقطع ويسلم دور تكتيكي، طاهر كان في ماتشات بيجيب جوان لانه هو ما كانش يعني مش في دماغه ان هو يحرز اهداف قد ما يصنع اهداف. دلوقتي طاهر حتى في ماتش الرجاء اللي نزله، ماتش الترجي اللي نزله، او ماتش الترجي على ماضي يعني ماتشين تلاقوا النهارده
اللي هو في كور سهله لازم يبصيها عايز يجيب جون فمش هتمشي زي ما انت قلت، عايز يرقص وعايز يجيب جون وعايز يعمل اسيست وعايز يدافع، فبتضيع منه كل الحاجات دي، بتقطع منه الكره بسهوله قوي، فالراجل صابر عليه، بيديله مره واثنين وثلاثه، ودي قليله ان مدرب اجنبي هو يعني كمان عشان عارف امكانياته وجربه في بدايه الموسم. بالظبط، طاهر من اللعيبه اللي كانت اساسيه في الاول الموسم، وكان بيعمل كل حاجه فعلا، عشان كان بيلعب الكوره زي ما ايه، يلعب كوره على قدك، اللي هو انت امكانياتك ان انت بتتحط في حته معينه، بتدافع كويس وبتوصل كويس وبتجر الفرقه كويس لان هو لياقته حلوه. فهو لو رجع تاني للحته دي يا كابتن هيفرق مع النادي الاهلي جدا. برضو علشان يعني نتابع الموضوع، خبرين، علي لطفي النهارده جاله اصابه شد في الخلفيه واستبدل في الدقيقه 77 بمصطفى شوبير، بنقول له طبعا الف سلامه، ويعني جماهير النادي الاهلي مش ناقصه في المركز ده، الشناوي موقوف وكمان عنده اصابه خفيفه، وكمان النهارده علي لطفي وكان رافض يتبدل الاول وبعدين اضطر الاستبدال، فيعني يا ريت زمايلنا يعرفوا لنا بالظبط حجم الاصابه ايه، يكلموا دكتور ابو عبله او نشوف يعني الدنيا ماشيه ازاي، لان طبعا علي لطفي مهم انه يكون موجود، لانه طبعًا لو مش موجود ومصطفى عنده هيبقى الماتشين الجايين، فهيضطر يطلع حد تاني من تحت، والدنيا مش مستحمله في النادي الاهلي، هو مركز حساس. بص، هو الاصابه دي بتاعت ربنا طبعا، بس بعد علي عن الماتشات، التراي اللي عمله وقع بالكوره يعني كوره سهله بيمسكها، عايزه خبرات دي، ما خبرات حارس، اللي هو ازاي يقع، ازاي ما احطش نفسي في موقف ان العضله تشد، شد العصب اللي عنده، عايز ما يخشش في جوان، ودايما مركز ان هو بيفكر في الماتشين الجايين، وبيفكر ممكن العب النهائي، عارف حاجات كتيره طبعا مخليه، حتى الوقعه بتاعته هي اللي هو العور نفسه يعني، صح. ما حدش جه ناحيته، فانلاكي طبعا، ربنا يرجعه بالسلامه، وعلي جون كبير، واتمنى لمصطفى شوبير الماتشين الجايين، لان مصطفى جون كويس، اثبت في الرابطه ان هو جون كويس، وعلى عليه ان هو يفكر في المباراه بمباراه، ما يفكرش ان انا العب الوداد او العب النهائي، الحاجات دي كابتن شد عصبي طبعا طبعا. وهي المشكله الناس يعني لما بتيجي تقول لها ان الشد العصبي او الحاله النفسيه بتاثر على العضلات، هو ما بيكونوش مستوعبين، ما هو يا جماعه الموضوع علمي يعني، هو الموضوع مش مجرد كلام وخلاص، هي كل العضلات بتاع جسم الانسان بتتحرك باعصاب، يعني العصب هو اللي بيدي الامر للعضله ان هي تتحرك، فلما بيكون في مشكله في الاعصاب واتيفر بقى، بسبب حاله نفسيه، بسبب توتر، بسبب شد، فده بيأثر حتى على الامر اللي بيروح للعضله، وطبعا على حركه العضله الطبيعيه، فلما يكون واحد مشدود نفسيا فممكن يتصاب بسهوله، هي دي فكره تفسير الاصابه ودي حقيقة العضليه. كمان من الحاجات يعني اللي مطمنه او مفرحة جمهور الاهلي، ان اليو ديانج بقاله فترة بدأ يستعيد مستواه. واليو ديانج كان الحقيقة رقم مهم في خط وسط النادي الاهلي، وكان نجم الموسم اللي فات، والراجل كان عامل الحقيقة ماتشات رائعة جدا طول الوقت، وجي مع بداية الموسم ده بدأ المستوى تراجع شوية. ده حقيقي. وبدأ في اخر شهر يمكن مع ماتشات افريقيا مع اصابة السولية، وبدأ هو ياخد ماتشات كتير، المستوى يرتفع، وبدأنا نشوف النهارده عامل ماتش كويس، والماتشات اللي فاتت الحقيقة كان عاملها كويس جدا. انت تفسيرك ايه اولا لتراجع مستواه؟ مع اننا عارفين امكانياته، وتفسيرك سؤال. ايه برضه لعودته لمستواه؟ تراجع مستواه ان هو دخل فتره بيفكر في الاحتراف، برضه جت فتره ان هو رقم واحد، واحنا هنا برضه بنكبر قوي اللعيب لما بيكسر الدنيا، فده نمره واحد، اليو ديانج لا غنى عنه، الكلام ده بيوصل لهم طبعا، الافارقه وهو صغير في السن، بيتابعوا كل صغيره زائد التفكير في العروض اللي هتيجي، كل ده لازم ياثر على مستواه. عودته يشكر فيها كولر، ان هو قعده، وفي ماتشات كتيره كان بيركنه وما بينزلوش، وكان خلاص بيفكر في حمدي، بيفكر في مروان، بيفكر في السولية، فالولد ابتدى حس ان هو هيبعد، وحس ان فرص الاحتراف السنه الجايه لو فضل ما يلعبش كده مش هتجيله، وممكن يفضل قاعد في الاهلي او ما يروح بقى نادي صغير او حاجه، لان هو بيفكر. فهو ده رجوعه كولر، هو لما قعده ولما مستواه نزل، هو الولد بسببه هو، لانه فكر كتير، دلوقتي هو مركز في الملعب، فابتدى مستواه يرجع، زائد الثقه اداها له خلاص، زائد برضه اصابه عمرو السلاي، اللي عمرو لو كان رجليه في الملعب ديانج ممكن ما كانش يلعب، بتالق مروان وتالق حمدي،
فممكن ديانج ما كانش يفضل يلعب طبعا طبعا، فهو مسك فيها. صح صح، هو بالاساس قا يعني ان مروان جه، وكمان طبعا السوليه كده كده كان اساسي وعامل مستويات هايله، وحمدي فتحي مع حمدي مطالك لا غنى عنه طبعا، فهو لقى الدنيا هتهرب فقال لك لا. معانا على التليفون طبعا دلوقتي واحد يعني من نجوم النادي الاهلي، وواحد من المدربين الكبار واللي اشتغل في النادي الاهلي وفي اكتر من نادي، وليه مسيره الحقيقه مسيره محترمه جدا، طبعا بخلاف انه من الاسماء يعني اللي دايما يضرب بها المثال في الخلق المتميز الحقيقه، الكابتن مختار، مختار نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن مختار مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير وليد، ربنا يكرمك. تحياتي لحضرتك، ومعانا كابتن محمد عبد الجليل في الاستوديو بيوجه لك التحيه. السلام عليكم يا محمد. عليك السلام ورحمه الله، ازي حضرتك كابتن؟ ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك يا كابتن. النهارده مارسيل كولر دفع بالتشكيل يعني الاساسي تقريبا قدام امبي. انت كنت منتظر ان ده يحصل، انه يلعب باللعيبه الاساسيه، واحنا كنا بنتكلم انه عنده ثلاث ماتشات مضغوطه بين كل ماتش وماتش ثلاث ايام، وماتشات برضه مش قليله يعني قدام فرق بتلعب كويس وعندها تكتيك زي امبي، زي طلائع الجيش، زي سيراميكا قبل ماتشين الوداد. انت متفق مع الفكره دي ان الاساسيين يلعبوا النهارده، ولا كان عندك رؤيه مختلفه او توقع مختلف قبل الماتش؟ هو اتمنى يعني اتمنى طبعا ان هو يعمل البوزيشن بتاعه يعني اكثر من كده. تمام. يعني هو حصل فيه تغييرات، بعض التغييرات ودي مش كبيره قوي يعني، لكن اكيد ان احنا يعني الحته ديت مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا شايف ان اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي كلها مؤهله ان هي تلعب. صح. ف يعني المدرب لازم يبقى عنده جراءه اكثر من كده كثير جدا جدا ان هو يدي اللعيبه ديت، لان اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي كلها على مستوى عالي جدا. فبالتالي لازم احنا كمان نديهم، عشان انا يعني انا يبقى عندي الجراءه ديت، وانا ادي لهم الثقه اللي لو حصل لي اي مشكله بالنسبه لاي لعيب من اللعيبه الاساسيه اللي عندي، اللي انا بعتبر او اللي بعتمد عليهم، حصل له اي مشكله لسبب انزلات، لسبب اصابات، لاي حاجه، التغيير بتاعي يبقى سهل وبسيط. لكن لما اكون انا يعني متخوف على النتائج بشكل يعني يكون في يعني تجميد للعيبه اللي بتلعب، بس هي دي اللي بتلعب في كل الماتشات، حتى لو انا عندي ماتشات مهمه بعديها بفتره شويه، اكيد ان الكلام ده اتكلم، انا شايف ان هو كلام مش مظبوط، والافضل ان احنا نحصل تغييرات ما بين اللعيبه افضل بكتير جدا. انا اللعيبه اللي عندي في النادي الاهلي كلها يعني علي لطفي لعب بعد اصابه الشناوي واقافه اصابه. طيب هو اصابه حصلت اهي، ويعني لازم يعني وايقاف كمان في الدوري عشان تبقى يعني الحاله كمان. ازاي انا مجبر على الكلام دوت وانا يعني وابقى لاعب الناس؟ لا، انا لازم عندي ثقه في لعيبتي، ولازم اديهم، ولازم اللعيبه تلعب، ويبقى عندي التغيير دوت بالباقي سهل وبسيط، وما يبقاش في اضيق الحدود. اكيد الكلام دوت انا يعني شايف ان هو يبقى مهم جدا يعني. طيب برضو علشان يعني نكون منصفين او نطرح الموضوع بشكل عام، كان في لمارسيل كولر في بدايه الموسم، كان لسه الراجل جاي جديد، فكان بيعمل تبديل وتوافيق وترن اوفر وتغيير في التشكيل في اكتر من مباراه، لدرجه ان احنا كنا بنشوف ما بين مباراه ومباراه خط مثلا الهجوم خط كامل متغير ثلاثه غير ثلاثه. لما بدا يثبت التشكيل بتاعه، هل بالنسبه له الحفاظ على التشكيل الاساسي ده هو دول المجموعه بالثلاثه مثلا او الاربعه اللي دايما بينزلوا كبدلاء، هم دول اللي حافظين التكتيك، هم دول اللي هيطبقوه، فخلينا كده ما نبوظش المنظومه لحد ما نخلص افريقيا ونبدا ندي فرص، ولا هي ثقه مثلا في البدني بتاع لعيبته؟ والحقيقه برضو عشان نكون منصفين، الحاله البدنيه لعيبه الاهلي السنه دي يا كابتن مختار افضل كتير جدا من السنه اللي فاتت، فممكن أكيد تكون دي رؤيه المدير الفني، ولا هو بيفكر فيها ازاي؟ اكيد طبعا هو بيفكر فيها بالفكر بتاعه، اكيد ان احنا بنتكلم طبعا حاجات احنا بنتمناها ان هي تحصل. تمام. وده امر يعني هو مش مجبر على كلامنا، هو بينفذ، لكن احنا بنقول اللي احنا شايفينه من وجهه نظرنا. انا شايف من وجهه نظري ان لازم يحصل تغيير وتبديل ما بين اللعيبه بشكل كويس قوي قوي، وبشكل يكون فيه ثقه مني على لعيبتي ان هم يعني لما يعني مش لما الشناوي ينصاب الاعب عادي، لا امر لا ليه؟ طب انا فزت الماتشات كده. وعلى فكره انا كنت بعمل الكلام ده، مش هقول لي فين وامتى وازاي بتاع، لكن انا كنت بعمله. يعني كنت بدي عندي لعيبه، ولعيبه لعيب اساسي وخصوصا كمان في الجول،
كنت لاعب اللعيب الاساسي بتاعي وثلاث اربع ماتشات وفي اجي في ماتش او مغير اللعيب الثاني وهكذا. اللعيب الثاني كان كمان منتخل ان هو اساسي برضه عندي، وخصوصا ان انا يعني ال- 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 التغييره دي كانت بتساعدني بشكل كبير جدا 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 ان ما حدش يبقى ظن ان هو الاوحد. وده عامل مهم جدا، وزي ما انا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي لعبته كلها مؤهله ان هي تلعب، فبالتالي لما يحصل التغيير دوت اكيد ان الكلام دوت يعني هيديني فكره كويسه جدا جدا على لعيبتي، وفي الوقت نفسه هيديهم ثقه في نفسهم بشكل كبير قوي ان اي حد ينزل ما يبقاش قلقان ان هو لو حصل لاي حاجه خلاص هيقعد. لا طب والكلام ده ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان ان انا شايف ان لعيبتي بتاعت النادي الاهلي كلها مؤهله ان هي كلها تكون موجوده بشكل كويس. يعني طيب يعني كتقييم يا كابتن مختار لموسم النادي الاهلي بشكل عام لحد دلوقتي، بعيدا حتى عن مباراه النهارده، كولر بدأ بطريقة 4-2-3-1 اللي هي الطريقة الكلاسيكية اللي كان بيلعب بيها النادي الأهلي في معظم المواسم اللي فاتت، وبوجود لاعب 10 وبعدين يعني حصل شوية تراجع في أداء النادي الأهلي، فالراجل بدأ وتحديدا من كأس العالم للأندية اللي فات أو قبله بشوية يطبق طريقة مختلفة، لا يحط 3 ديفندرات منهم مثلا مروان عطية وقدامه 2-8 برضه هم في الأساس ديفندرات ممكن يلعبوا 6 زي حمدي فتحي وأليو ديانج. ومن ساعتها الحقيقه نتائج النادي الاهلي في تحسن وبيقدم ارقام هائله سواء محليا او افريقيا. انت شايف ان دي التوليفه المناسبه للنادي الاهلي؟ هل الراجل حط ايده على التوليفه اللي ممكن تخليه يكمل؟ وطبعا كسب لحد دلوقتي 3 القاب، 2 سوبر وكاس مصر، وبينافس اهو على نهائي دوري ابطال افريقيا. رؤيتك ايه او تحليلك ايه للتغير الفني اللي حصل مع مارسيل كولر الموسم ده؟ انا بحب دي قوي يعني. انا دايما يعني دي عندي افضل طريقه في نص الملعب، خصوصا كمان لو انا اديتهم ثقه في نفسهم بشكل كويس قوي وهم موجودين فعلا. يعني شوف فتحي كم مره دخل 18 في الماتش، تمام. يمكن مروان يمكن اقل شويه، مروان ملتزم. السلايه كان عنده يعني بيخش جوه ال 18 في الماتش يمكن يعني في فترات اكتر بكتير جدا من راس الحربه. وده امر انا الصراحه شايفه امر هايل جدا جدا، وامر ايجابي جدا جدا بالنسبه لاي فرقه، خصوصا لو كان عندها لعيبه مؤهله لهذه الامور. فالثلاثه اللي بيلعبوا الثلاثه دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي انا شايف ان هم عاملين حاله هايله جدا جدا، سواء وهم بندافع سواء احنا بنهاجم بشكل يعني اكثر من رائع. وديت انا يعني هو بيعملها بشكل كويس قوي، وانا بحبها حتى وانا بشتغل كنت بشتغل بيها بشكل يعني مستمر على طول يعني. كابتن مختار شكرا لحضرتك طبعا على هذه الاضافات، ودايما باذن الله متواصلين في بوكس تو بوكس. كابتن عبد الجليل، يعني الكابتن مختار يعني اتكلم عن رغبته او كانت رؤيته ان كان يحصل تغيير في التشكيل النهارده قدام امبي، بس انت متوقع ان ده يحصل في الماتشين الجاي؟ هو المفروض هو الراجل اللي احنا مش عارفين نتوقع معاه هو يعني بجد انا ما اعرفش اصراره على علي معلول انه ياخد كل الماتشات ليه. مين الاسماء أو هاني اللي ممكن تكون على الدكه وشايف ان هي لو دخلت في التشكيل الاساسي ممكن تثبت اقدامها وممكن حتى نشوف اساسيين بعد كده؟ مين الاسماء اللي خالد عبد الفتاح؟ خالد كان بياخد يعني خالد خد ماتشات، لعب مساك ماتش الزمالك كان كويس، لعب باك ليفت كذا مره، مش كويس قوي ولكن بيسد الحته بتاعت علي على الاقل دفاعيا. انا مش بقول ان علي يقعد عشان حاجه، علي نجم كبير بس انا قلقان عليه، يستهلك. انا قلقان عليه، معرفش محمد هاني هكذا. انا يعني حتى الماتشات كلها اللي تقيله اللي لعب فيها كان بيخرجوا اخر 10 دقائق، النهارده مكمل الماتش كله، الماتش اللي فات خد واحدة النهارده محمد هاني، جماهير الاهلي حطت ايديها على قلبها بالظبط في الانكل كده. والله يا كابتن انا شايف برضو خالد عبد الفتاح يسد. كابتن مختار قالك كويسه، ودي ميزه في كولر ان 18 19 واحد مؤهلين. ده اللي كنت عايز اسالك فيه، يعني انه اذا كنا بنقول النهارده وكابتن مختار وانت متفق وانا متفق مع حضراتكم ان النادي الاهلي بقى كل اللعيبه عندهم ما يكفي من القدرات الفنيه والمهاريه ان هم يلعبوا اساسي ويسدوا في اي وقت، كولر برضه ليه
فضل الحقيقه في ده كتير. انه جهز المجموعه كتير. كلها النهارده لما عبد القادر بيدخل هو وحسين الشحات الاثنين بيأدوا النهارده. عبد القادر جاب جون وهنتكلم عن عبد القادر شويه. شريف وكهربا نفس الحكايه. بيرسيتاو حتى لما طاهر بيدخل على فترات وسط الملعب السوليه مع الثلاثه اللي موجودين. الباك اليمين لما هاني دخل على حساب اكرم في البدايه لما كان اكرم اتصاب وقلب الدفاع بقى عند الاهلي ثلاثه ومعاهم رامي ربيعه كمان. الاربعه اي اثنين فيهم بيلعبوا بيسدوا. حتى علي لطفي لما لعب مكان الشناوي الحقيقه سد طبعا. هو يمكن مركز علي معلول اللي لسه عليه يعني لما بيضطر يخرج علي خالد بينزل بس زي ما اتفقنا ان خالد مش مكان. فهو برضه الراجل ليه فضل في ده طبعا طبعا. واحنا قلنا ان الراجل ده مختلف عن موسيماني ان هو الراجل ده بيعمل تيم للنادي الاهلي على مدار ان شاء الله 4-5 سنين وفي نفس الوقت ماشي في خط بطولات. موسيماني كان بيلعب ب 12 13 لعيب يتدمروا نهائيا خد بطولات بس قعدنا بعديهم حوالي يمكن سنه او 7 شهور 8 شهور لغايه لما لممنا الاوراق تاني ابتدوا يفوقوا تاني. بس فالراجل ماشي على الخط ده. والراجل ده كان فايلر ماشي كده برضه. فايلر كان اي حد بيلعب كنت بتحس ان هي مكان شغال ترس شغال الناس ماشيه فيه. هم اللعيبه دي كده برضه يعني. انا ما بحسش بفروقات كتيره دلوقتي. حمود متولي ياسر عبد المنعم حتى رامي ربيعه اللي لازم نديله حقه لما بيلعب بيسد وبيبقى كويس قوي. فالادل الاربعه هاني او خالد هو زي ما انت قلت علي لازم 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 النادي الاهلي السنه الجايه باك ليفت افريقي بقى مصري بص لازم باك ليفت ضروري يعني. ولو احمد فتوح يبقى كويس. خساره الولد ده كابتن. خساره خساره. ربنا يرجعه بالسلام. طبعا يعني ان شاء الله يصابه لاخر الموسم ويكون موجود فتوح طبعا. انما انت قلت حاجه يا كابتن مختار حلوه قوي كابتن. الستاره اللي بيلعب بيها انا مسميها ستاره اللي هو حمدي وديانج ومروان والسلية يعني ثلاثة منهم دي أحسن طريقة للنادي الأهلي. دي يعني يمكن 10 دي خلاص يعني مش موجود في العالم كله. صح حد في العالم كله بيلعب حتى بيلعب. اللعيبة اللي مهاراتها عالية يا كابتن عبد الجليل دي بروين مثلا مفيش حاجة اسمها 10 مفيش حاجة اسمها لعيب يقف كل دوره انه ياخد الكرة حتى لو هيعمل اسيستات وهيعمل بس انت بتنقصني لاعب في الحالة الدفاعية. انا ما ينفعش ادافع بقى. هو ريال مدريد السيتي اي فرقة جامدة في العالم بتلعب كله تحت الكورة كرة مع الخصم كلنا تحت الكورة كلنا بنغطي وكلنا بنعرف كرة معانا كل واحد بياخد ادوار. فهو قفشة بدأ الحقيقة وانا ملاحظ ده انه مؤخرا قفشة الاول يمكن في بداية الموسم كان لما بينزل احتياطي تحسه قافش شوية يعني متضايق مخنوق عارف انت لوش شوية وما يعني حتى بيلعب كده وهو مش مستمتع تحسه مش مستمتع في الكورة. لكن انا شايف مؤخرا ان في تغيير في الحالة دي يعني بدأ قفشة ينزل مركز جدا بيلعب السهل وبدأ يستعيد مستواه كمان بينزل يدافع في وسط الملعب وبدأ يحس بالخطورة لأن اللاعب اللي مش هيطور نفسه في أي منظومة فريق كبير علي. هو اللي مضروب. قفشة الجمهور نمرة واحد قرصه نمرة اتنين الإدارة أو المدرب يعني فهو ابتدى يفوق لنفسه ابتدى يعرف أن أنت بتلعب في نادي كبير اسمه نادي الأهلي مفيش معلمين فيه تدي مجهود تبقى موجود في الملعب ما تديش موجود وتلقى وشك لا لقى نفسه الجمهور ابتدى يقلب عليه ان قفشه بقى القاضيه وما قاضياش والكلام ده فابتدى يفكر ألف مره كابتن الجمهور حتى هو لما مره جاب جون في ماتش اسوان راح اعتذر للجمهور فكانت دي البدايه للرجوع فيه حته قلبه الوش دي من الاداره والفنيات الراجل كولر ما عندوش الكلام دوت اللي هيلو وشه هيقعد واعتقد ان سيد عبد الحفيظ كان ليه دور مع قفشه في الكلام في الحته دي ان يعني نبهه ان لا ما ينفعش في النادي الاهلي انت تقعد احتياطي تلعب ما تلعبش ما فيش حاجه اسمها انت بتلعب روح جماعه فده الميزه اللي هي خلت قفشه ابتدى يرجع تاني ابتدى وقفشه لعيب كبير لما طبعًا بيفوق طبعًا وبيركز ده اللي يخليك تزعل ان الاهلي او المنتخب خسران لاعب بقيمه وامكانياته يعني. بس زي ما انت قلت مهم قوي تطور لعبك كان زمان يا وليد وانا في الناشئين كان في لعب زمان اللي هو الديفندر دي او بتاع زي ما انت قلت او اللعيب اللي تجي له الكوره يا مرحب ما جاتش انا مستنيها بالظبط لا الكوره دلوقتي لازم تتحرك وتاخدها وتتحرك في الاماكن الفاضيه فانا ساعتها كنت في الناشئين بلعب بالطريقه ديت وكان في كتير بيعملوا لي تاخدها من هنا توديها هنا تاخدها من هنا توديها هنا ابتديت اطور لعب اللي انا اتحرك في الحته الفاضيه والكره تجيلي هو ده اللي لازم قفشه بيعمله صح. دلوقتي بيتحرك كتير هو ايه اللي منجح بيرسيتاو الفتره دي معاه كوره معهوش كوره بيتحرك في كل حته او كهربا او شريك او بيدافع وبيغطي كهربا بينزل في وسط الملعب في الماتشات اللي الاهلي بيلعبها بره بالظبط بينزل ويدافع ويضغط
قفشه ابتدى يعملها دلوقتي، ابتدى يرجع يدافع وبتاع. القندوسي لازم يدوس على نفسه شويه. القندوسي على فكره كان في فرقته هناك في الجزائر او في منتخب المحليين لما لعب كان معلم، وهو لعيب كبير، لعيب كويس، امكانيات واضحه، بس المعلمه مش هنا، مش طبعًا. في النادي الاهلي. انا بقولها لك بامانه، ما فيش حد لازم كله مع الراجل ده بالذات لازم كله يدافع ويهاجم زي بالظبط. فدي الميزه في الراجل كولر دوت بصراحه. في لغز برضه في يعني في لعيبه النادي الاهلي، احمد عبد القادر. احمد عبد القادر مفيش اختلاف على موهبته ومهاراته، ويمكن من افضل اللعيبه في مصر اللي بتعدي واحد لواحد، ودماغه كلها كوره، وجاب جون النهارده والحقيقه كان جون حلو، بس لسه برضه بيزودها، ولسه في مواقف كتير المفروض يباصي بيرقص ويكمل وتتقطع، وبيبقى شكل الكوره وحش على الرغم من الامكانيات دي. دي تتظبط ازاي في عبد القادر؟ ايه حلها؟ اصل عبد القادر يعني ناس كثيره شبهته بيا، يعني انا برضو كده، ما يا حلو قوي يا وحش قوي، ما عنديش وسط يعني، انت فاهم؟ عبد القادر واحد ضد واحد تتعاطف معاه ده؟ لا، ما انا بحب لعيب الكوره، حنين عليه لو بحب، لا لو ما تعادلش هروح هديله جامد. بس عبد القادر من اللعيبه كابتن واحد ضد واحد لازم يعدي. ممكن تقطع منك مره واثنين، لو اتقطعت منك مره واثنين لازم حلها ان انت ثلاث اربع كور، برافو عليك، والثلاث اربع كور تسهل على نفسك عشان تقدر وانت فايق. ابقى قادر، هو فايق بيعدي، لو 80 70% من المستوى بيعدي، انما لو 50 40 وثقته رايحه زي حسين الشحات لما كان وحش، كان ثقته رايحه، كان بيروح لك يا وليد يلاقيك واقف يروح راجع تاني. لا، من امتى ده؟ انت كنت بتروح بتعدي. فعبد القادر كده لما بيعدي لازم يبقى فايق، ولازم بدنيا يبقى واقف على حيله بدنيا. لازم عبد القادر عشان يقدر يعمل كل اللي هو بيعمله ده لازم يبقى فايق، لو مش بدنيا واقف مش هيقدر يعدي. يعني طاهر دلوقتي مش قادر يعدي واحد ضد واحد، ليه؟ بيفكر كتير، مشغول بدنيا، مش جاهز، راجع من الاصابه. بيرسيتاو هكذا زمان لما كان بيراجع من الاصابه، دلوقتي بيرسيتاو بيعدي من اي حد. فهو عبد القادر لازم يسهل على نفسه في اوقات ويصعبها على نفسه في اوقات، لما يبقى فايق صعبها زي ما انت عايز، وبيبقى مطلوبه وليد. يعني انا من الناس اللي كان المدرب يقول لي روح، ايه يعني متقطع منك؟ بس تقطع فوق، مش تقطع في نص ملعبك. فدي الحاجات اللي عبد القادر لما بيرقص واحد عدت خلاص وماشي، عايز يرجع له تاني. وبعدين يخلص على التاني، فخلاص انا فنخليها ثلاثه. هو دايما الثقه الزياده في الامكانيات ممكن تعمل. خد بالك ان هو بقى له سنه في الاهلي، انا جاي من سموحه، بقى له سنه وشويه. هو الفرق اللي سموحه هو كان نجم في سموحه، ما هو عشان كان بيعمل اللي هو عايزه، هو كان مكسر الدنيا في سموحه الحقيقه. كان هو مصطفى فتحي كانوا من افضل يعني الاجنحه وخطوط، اللي هم الاثنين كانوا واخدين الحته اللي تحت، بس ما كانوش بيدافع وما فيش دفاع، لا ما فيش دفاع، وكان براحته تتقطع ما تتقطعش، ما كانش يحس بيهم. فكانت ماشي، انما مع النادي الاهلي بحجم، بعدين الجماهير عندها سنس كمان، يعني الجماهير بتحس انت زودتها ولا لا. فواحده في اتنين زي ما حضرتك قلت، خلاص الجماهير هتبدا تقفش بقى، فهتترقب لك التالته هتعمل ايه. ايوه، فالتالته لازم تسهل على نفسك عبد القادر، واتمنى. وبعدين اللعيبه دي حظها حلو يا كابتن، الماتشات كلها يعني النهارده الجمهور مش كتير. يعني ماتشات افريقيا الاخيره 70 80، فانت لو اتقطعت مره واتنين، لو زامل 80,000 دول ربنا ما يوريك. انما دلوقتي الدنيا هاديه وبتاع، فما بتقطع مره واتنين الجمهور ما بيزومش قوي. ويمكن الجون اللي جابه النهارده يديله ثقه اكتر، يعني يمكن يديله ثقه اكتر في الماتشات اللي جايه. وبمناسبه الجماهير، اخبار طبعا بتقول ان اداره النادي الاهلي بتتواصل اكيد مع الجهات الامنيه ومع المسؤولين عن الحضور الجماهيري الماتش باذن الله. الوداد هيكون في استاد القاهره يوم 4 يونيو اللي جاي باذن الله، وفي رغبه من النادي الاهلي ومن ادارته ان الساعه تكون ساعه كامله في استاد القاهره. يعني بتتكلم في حوالي 70 او حاجه و70,000. تفرق دي؟ تفرق، ده 50 بيفرقوا، 40 بيفرقوا، ده ما بالك 80 والاستاد متقفل. لا، ده هو سلاحنا الجماهير. والله يا وليد انا لعبت ضد 100,000 وعمدان عليها الناس وبتاع. لو انت مش قادر هتقدر، لو انت مش بتلعب هتلعب. ما اللي في بعض بيقول لك ده ممكن تبقى نتيجه عكسيه، وممكن يضغطوا على اللعيبه، ولو الهدف اتاخر يبقى الجماهير تيجي بنتيجه سلبيه. هو ده بيحصل فعلا؟ يعني لو مش مع لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي يا كابتن شخصيه واخدين علينا، بالذات احنا متربيين على الفوز على طول. فانا ما يفرقش معايا، انا نازل اكسب. فالجمهور عايز ايه؟ عايز مكسب وعايز كره حلوه. فحتى لو ما اديتش كره حلوه انا بكسب. فالجمهور عارف الحته دي.
انما لا مكسب ولا كره حلوه يبقى عليك تتقلب عليك. بس شخصيه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بالعكس هي بتيجي مع الجماهير. انا ما فيش مره شفت الجماهير عبء علينا ابدا. ممكن على فرق تانية بأمانة بتحصل كتير وبتحصل في شمال افريقيا كمان. بالظبط بيبقى الجمهور لو غلطت مرتين ثلاثه بيبتدوا يهزموا عليك وبيطلعوهم بره الماتش. انما ما شفناش مع الاهلي لا 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 خالص على مدار التاريخ. انا في ماتشات الاهلي ساعات بيبقى متعادل فيها لاخر دقيقه وبيبقى ساعات خسران والجمهور بيشجع. حتى لو انت غلطت بيشجعك وانت خسران الجماهير بيشجع. فلا الجمهور لا عامل رئيسي لينا ان شاء الله في المكسب ان شاء الله. اخبار بتطلع بقالها فتره عن انه في عروض من الدوري القطري لحمدي فتحي. والكلام طبعا كان طالع عن وسائل اعلام قطريه موثقه وبدات تتقال بعض اسامي الانديه زي الوكره والريان وغيره وتقال كمان ارقام. يعني العرض ما بين الاهلي وما بين النادي القطري بتتكلم في 3 و4 و5 مليون دولار. لكن النهارده يعني عرفنا انه اداره الاهلي قالت لك لا، يعني ما في لا لبيع حمدي فتحي، فيش تفكير اساسا في الاستغناء عن حمدي فتحي. انت شايف يا كابتن عبد الجليل انه لو جه رقم محترم بتتكلم في 5 مليون دولار مثلا، يعني بتتكلم في 150 160 170 مليون جنيه ولاستقدام حمدي فتحي، وفي الوضع اللي الاهلي فيه دلوقتي مع مروان، طبعا انا بتكلم بعد نهايه الموسم وبعد افريقيا وبعد فيه كل فيه مروان فيه موجود، عمرو السوليه موجود، اليو ديانج موجود او ممكن يتباع كمان، وعندك بقى اسامي على الساحه زي بوبو زي او اي اسامي ممكن تطرح في وسط الملعب. انت شايف ان الاهلي ممكن ياخد القرار ده او ممكن يستفيد فنيا من بيع ماليا طبعا الاول من بيع حمدي فتحي، وفنيا لو عوضه بديفندر على نفس المستوى؟ الناس كمان بتقول لك طب ما يجرب يبيع حمدي فتحي وامام عاشور موجود مثلا. بص، اتنين ما ينفعش الاهلي يفرط فيهم، محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. دولت العمود بجد. لان حمدي انا مع الاحترام لامام انا مش هجيب حد ادخله. حمدي بقاله سنتين ثلاثه ابتدى يخش في التراك بتاع لعيبه النادي الاهلي، يمكن مروان عوض انه دخل بسرعه. حمدي بقاله فتره السوليه ابتدى ما دخلش اول سنه لما جه من الاسماعيلي او سنتين، ده دخل بعد فتره ابتدى يتحط على التراك صح، ابتدى شايل النادي الاهلي عمرو حوالي 4 5 سنين. حمدي هكذا بقاله شايل النادي الاهلي بقاله سنتين ثلاثه ولسه قدامه سنتين ثلاثه. وميزه حمدي كمان انه مستواه ثابت بيتطور يعني وبيتطور بالظبط، واللعيبه اللي عندها مينيمم ما بتقلش عنه. يعني في لعيبه انت كنت بتتكلم عبد القادر يا يدي 10 من 10 تحت خالص. حمدي وهو وحش ما يبانش بالظبط 5% مواسطه لنفسه. فالحمدي لو جه في اي مبلغ لا ممكن ديانج يمشي ويجي امام عاشور ماشي اوكي. عمرو السوليه هيديك سنه في كمان في الدوري المصري. طب لو اعتبرنا ان صفقه امام عاشور هتبقى صعبه او بعدت او شايف حد في الدوري؟ يعني في ناس رشحوا بوبو مثلا ما اضمنوش يبقى كويس قوي في فيوتشر، كويس قوي هنا في سموحه، كويس قوي في السيراميكا ما اضمنوش. انا مروان كنت حاطط ايدي على قلبي ان مروان كان عامل في الاتحاد قد اللي بيعمله في الاهلي. بس هل هيعمل في الاتحاد في الاهلي زي ما كان في الاتحاد؟ شخصيه اللاعب ما هي شخصيه اللاعب، ويا ترى هيخش في التراك ولا هتبقى صفقه بضاعه اتلقى في الهوا؟ ما انا ما اضمنهاش. فانا اللي ضامنه دلوقتي حمدي ومروان، دول اللي هيشيلوا النادي الاهلي لمده 5 سنين. يعني كابتن عبد الجليل زيه زي اداره النادي الاهلي متفق معاهم لا للاستغناء عن حمدي فتحي. وحمدي فتحي طبعا هو جوهرة وسط الأهلي التي يرفض مارسيل كولر الاستغناء عنها بأي تم. أهلا بكم مرة تانية. مستمر طبعا معنا كابتن محمد عبد الجليل محللنا في ETC. الأهلي ممكن يعمل له مرمى كده في نهاية السنة دي 16 مليون دولار تخيل. 16 لو كسب إن شاء الله بطولة أفريقيا 4 مليون يدخل السوبر ليج الافريقي ياخد له ان شاء الله لما يكسبها 10 مليون ده 14 من السوبر كده ياخد له حوالي نص مليون دخلنا في 14.5 وان شاء الله في كاس العالم للانديه على الاقل لو خد مركز ثالث هياخد 2.5 كمان دخلنا في ال 17 مليون 17 مليون اللهم صل على النبي. شغل لا شغل عالي شغل عالي بس والله يا كابتن يروح يجيب مودريتش بقى. هو الاهلي والله بجد طول عمره مش بيفكر في الحته دي قد التاريخ. يعني الاهلي ما يفكرش في الفلوس وعمرهم عارف لو فكرت في الفلوس مش هتوصل. دايما الاهلي بيفكر في النجاح او التاريخ او يحرز بطولات او ياخد اكتر بطولات، ده اللي بيخليه
يوصل ان هو ياخد الجوائز دي والفلوس وفي دي الاخر الفلوس بتيجي كنتيجه لوحدها. بس الهدف الرئيسي انا ازاي اخد بطوله، ازاي اوصل كاس عالم الانديه، ازاي اخد سوبر، ازاي ابقى من احسن انديه افريقيا. هو ده الهدف في النادي الاهلي اللي بيعمله. ما بيعمره ما فكر ازاي انا اوصل عشان العب بس مش عارف دوري المجموعات هاخد مليون، طب مش عارف لو وصلت ايه هاخد 2 مليون. عمره ما فكروا في كده. بس طبعا احنا بنفكر ان ممكن يخش له 17 طبعاً. مليون دولار ده مبلغ كبير. السوبر ليج تفرق جدا جدا. عشان كده الاستعداد ليها مهم. وطبعا كمان الكل بيبني الكاس. هتتعمل امتى ده يا كابتن؟ هتتعمل في اكتوبر، بدايه من اكتوبر الجاي بداية. وعادي مع دوري الابطال، يعني مش هتلغي دوري الابطال. طب الاهلي ممكن يلعب هنا ويلعب هنا؟ يلعب هنا ويلعب في الاثنين. يا نهار ابيض. هم 8 انديه في النسخه الاولى لدوري السوبر ليج الافريقي. وبيقول لك كمان في كلام ده الجارديان البريطانيه نشر التقرير من يومين يمكن انه في عرض رعايه سعودي، والجارديان يعني مصادرها قويه الحقيقه، عرض رعايه سعودي للسوبر ليج الافريقي مقابل 200 مليون دولار. يعني هم في رعاه اوريدي موجودين دلوقتي ومحددين قيمه الجوائز بناء على الرعاه. المركز الاول 10 مليون دولار، ومن اول الثاني وانت نازل بقى الارقام بتنزل. لكن في عرض رعايه جديد من احدى الجهات او الشركات او صناديق الاستثمار السعوديه مقابل 200 مليون دولار لدوري السوبر ليج الافريقي. واعتقد يا كابتن عبد الجليل لو كان ده حقيقي وتم طبعا، بخلاف انه كمان امتداد بقى للصحوه والانتشار السعودي في الاستثمار في الكوره والاستثمار السعودي، شفناه مع نيوكاسل مثلا في الدوري الانجليزي. نيوكاسل بيرجع او بيلعب في دوري ابطال اوروبا بعد غياب طويل جدا جدا، بعد يمكن سنه او اقل من سنه من الاستثمار السعودي. فالناس ماشيين بشكل صحيح، زائد بقى قصه الدوري وكريستيانو وميسي مضى خلاص في الهلال. عارف ان هو مضى في الهلال؟ انا سمعت ميسي. بس انا مش عارف. لا 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 خلاص يعني المصادر. بس هو نزل السعوديه، يعني هو راح يعمل عمره، كان هو الكلام مضى وبتاع وقضى عقوبه في باريس وبتاع. بس طبعا هو كل الكلام زي ما حضرتك بتقول لا لا لا. انه مخلص. هي السعوديه داخله قوه في الحته دي، واحنا بنأيدها وبندعمها طبعا. اي استثمار عربي وحاجه الاستثمار السعودي والاستثمار الاماراتي كمان تحديدا في السيتي، الاستثمار ناجح بشكل كبير لحد دلوقتي. في طبعا استثمار قطري في باريس سان جيرمان، وفي نجاح محلي كبير. لكن دايما دوري ابطال اوروبا هو بيكون الكريزه. يعني لو السيتي عملها السنه دي وكسب دوري ابطال اوروبا، اعتقد هيبقى من انجح الاستثمارات في الكوره، الاستثمار الاماراتي طبعا. الشيخ منصور بن زايد مجموعه السيتي في مانشستر سيتي. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، الاهلي لو اشترك في افريقيا واشترك في السوبر ليج وان شاء الله يروح كاس العالم للانديه، الحاج عامر هيعمل ايه؟ طب الاهلي ممكن يعتذر عن الدوري مثلا؟ لما بيدخل معانا مداخلات يا عيني بيبقى شايل الهم. لا انا المداخله اللي فاتت حسيت ان هو استاذ شباب بيقول له انت يقول له والله طب اصل لما هو الراجل مش عارف يا عيني عمال يفكروا بقى بحاجات هو بيحاول ينسى. فاسم محمد يفكروا هو الحل الوحيد ان الاهلي يعتذر عن الدوري، يعني يلعب الدوري مستحيل دي طبعا ما تجيش. فيعني اعتقد ان الامور يعني في النادي الاهلي اعتقد ما فيش استثمار احسن من كده. احنا كنا بنتكلم عن علي لطفي والاصابه بتاعته. طبعا علي لطفي يخضع لفحص بسبب الام الخلفيه. الدكتور احمد ابو عبله قال في تصريحات انه علي لطفي شعر بالام في العضله الخلفيه خلال مشاركته في مباراه انبي طبعا لجامعه الفريقين النهارده. الجهاز الفني فضل استبداله وقالوا لسه بكره هيخضع لفحص طبي قبل التمرين علشان يشوفوا حجم الاصابه وتحديدها. كمان في تصريحات مهمه لمارسيل كولر يا كابتن عبد الجليل في المؤتمر الصحفي، اعتقد يعني محتاجين نعلق عليه. هو طبعا اتكلم الاول عن سعادته بالفوز على انبي، وقال ان كان في سيطره كبيره وده حقيقي للاهلي على المباراه، وانه خلق فرص كتير وده حقيقي برضه. وفي الشوط الثاني كان في فرص كان ممكن النتيجه تزيد عن كده بشكل كبير. اتسال عن اللعب بالاساسيين فقال لهم يعني ايه لاعب اساسي؟ كل اللعيبه زي بعض، عندي مفيش عندي لعيب اساسي ولعيب احتياطي. انا في الوقت الحالي رتم المباريات هو اللي بيفرض نفسه وبيخليني ما تسرعش في ان ادفع باسماء معينه من خارج السياق او من خارج التشكيل الاساسي للفريق. انا في الاساس مفيش حاجه اسمها عندي اساسي واحتياطي، كل اللعيبه على لائحه المشاركه. بيقول بيسالوه عن الماتش الجاي، طب هتعمل تبديلات في الماتش الجاي؟ نزل اسماء. قال لهم انا مش عارف اعمل ايه في الماتش الجاي، انا عندي تمرين. اللعيب اللي بيديني 100% في التمرين هو اللي بينزل المباراه. اللي بيديني 60% مش هقول 40 ولا 50 ما بينزلش. اللعيب اللي عايز يشارك في المباراه في الاهلي لازم يديني 100%. بيقول هحاول، يعني قالوا له طب بعض اسماء ممكن تقعد، قال ممكن افكر في بعض اسماء علشان اريح، لكن ما اقدرش اقول لكم هيبقوا كام ولا اسماء مين اللي ممكن تنزل او اسماء ايه اللي ممكن تريح.
فكره انه يعني الخطوره على اللاعبين، قال لهم انا عارف ده بشكل كويس وفي افكار، يعني مش هيبقى مش هلعب بلعيبه وانا متخيل او في قدر من الشك ان هم هيتعرضوا لخطوره او اجهاد، انا عارف كويس انا ممشي لعيبتي ازاي. سالوه عن علي معلول وعن شرط الكابتن. انت عارف ان الجماهير الاهلي في اخر ماتشين كلها بتتكلم عن تكريم علي معلول وانه ياخد شرط الكابتن على الاداء والعطاء اللي بيديه للاهلي، وده حقيقي بالمناسبه والقيمه الكبيره لعلي معلول. وطبعا بعد الغيابات الشناوي مش موجود، السليه مش موجود، يعني اكتر من رامي ربيعه مش موجود، فكان ترتيب الكابتن محمد هاني ثم علي معلول. فمحمد هاني موجود فبياخد شرط الكابتن، والماتش اللي فات ما خدهاش علي معلول والماتش ده كمان، فجماهير الاهلي بتتكلم. فقال لهم احنا عندنا قواعد صارمه في النادي الاهلي بخصوص شرط الكابتن. شرط الكابتن طبعا معروف ان في الاهلي بالاقدميه. فقال لهم انا دي قواعد صارمه انا ماشي عليها ما اقدرش اخترقها، وقال لهم انا ما اقدرش اغير من افكاري الفنيه عشان اكرم لاعب وادي اللاعب شرط الكابتن. انا ماشي بالقواعد وملتزم بيها. لو ده حصل بشكل قدري، لعيب اتصاب مثلا اللي يحمل شرط الكابتن فخرج قدريا، اتنقلت الشارة، انا مش هتدخل في ده. وقال لهم يعني مستحيل ان انا افكر بالشكل ده، لو الجمهور عايز يمشي الفريق يبقى انا اقعد في البيت، انا ملتزم بقواعد النادي ومش هفرط فيها. نبدا عجيب. بعلي معلول وبعدين نرجع للمشاركه. شرط الكابتن عجبني، شرط الكابتن عجبني تصريحه ده جدا وجريء وفعلا يعني ما محمد هاني برضو من حقه وعلي معلول لعب، بس لما يجي له شرط الكابتنه في الوقت المناسب هياخدها. طول عمر النادي الاهلي في الحته دي مفيش هزار فيها، الاقدميه بياخد شرط الكابتن الا في حاله واحده زي بتاعه جوزيه والحضري لما سحب منه الشاره لاسباب معينه. دي بتحصل واداها لشادي بالظبط. ده قرار مدير فني، ده قرار مدير فني والاداره بتحترم كده وليه اسبابه. انما انا ما اخدش ولما شارة. نقلها برضو نقلها للي بعديه في الترتيب، للي بعديه مش اداها لاي حد بالظبط. ف طبعا يشرفنا ان علي يلبس الشاره، بس محمد هاني من اولاد النادي ومن اقدم الناس دلوقتي، ومن حقه برضو لان انت شرف ليك ان انت تلبس الشاره ولو حتى دقيقه واحده طبعا. فمسير لعلي تيجي برضو يلبس الشاره، حته ان الجمهور يتكلم فيها دي ده تعاطفا بس، انما الرجب عجبني الرد ان الجمهور لا، لان في جماهير ساعات في اوقات كتيره كابتن وليد هي اللي بتدور الانديه، هي اللي بتحرك الانديه. السوشيال ميديا دلوقتي والفيسبوك، فلو النادي سمع للجمهور الدنيا هتبوظ. وهو لو فكر في كده ان يخرج هاني قبل علي معلول وبتاع تتقلب عليه الايه على طول، واللعيبه بتحسها صح. فالراجل ده عجبني تصريحه ده بالنسبه للشاره. مشاركه الاساسيين بالنسبه لمشاركه هو ربنا يستر، بس هو ما يتقرش في واحد او اتنين بعد الشر في حاجه قويه ويرجع يقول يا ريتني كنت سمعت. فاحنا بس من هنا بنقول له ريح علي شويه، ريح هاني شويه، ريح حمدي شويه، يعني في ناس معينه لازم تريح حتى ماتش او ماتش ونص. احنا بنقول له ان اللعيبه كلها جاهزه، ما يجيش، ما ينفعش يا وليد يلعب علي والناس اللي هي بقى لها فتره تلعب الماتشين الجايين مع الماتش اللي فات، يبقى ثلاث ماتشات ما فيش في 9 ايام. يخش على الوداد زي اللي حصل ايام قبل سواريش، اللعيبه مش قادره تشيل رجليها من تلاحم المباريات، لان في اخر الدوله تفتكر كل 3 ايام كل 3 ايام اللي ما قادرش حتى لو ما اتعورش مش قادر يجري مش قادر يلعب. فانا خاف من الحته دي الاجهاد. انا عجبني ان هو النهارده رايح كهرباء، عبد المنعم كان لازم يريح، برافو عليه. تفهمني؟ لازم الماتش الجاي باقل حال من الاحوال. انا متخيل انه ده هيحصل الماتشين الجايين. والله يعني انا بقالي ماتشين بتخيل يا كابتن بس انا اول حاجه بتفرج عليها او بسمع التشكيل بشوف علي هيلعب وهاني هيلعب وعبد المنعم هيلعب. انت فاهمني؟ ما هو الحاجات دي فوجئ ان هو الناس اللي يعني او يعني اللي مكانها صعب حساس. ما هو لو حصل حاجه بعد الشهر هنغني ظلموه، ما ينفعش. طيب بدأ في كلام طبعا عن الاهلي طول الوقت، لجنه التخطيط واداره الكوره في الاهلي ومارسيل كولر والجهاز الفني شغالين على ملف التفكير في التدعيم. يعني طول الوقت الاهلي بيفكر في خطين متوازيين، سواء المنافسات المحليه او الافريقيه وكمان التدعيم. كان في كلام اتقال واحنا قلناه هنا في بوكس تو بوكس، ان كولر حابب يكون عنده مدافع اجنبي، قلب دفاع اجنبي مع المجموعه، وعايز لعيب بيعرف كده زي بدري بنون يخرج بالكوره ويبني من تحت، وبيفكر هو في الشكل ده. فرشحوا له 3 اجانب، اداره الكوره في النادي الاهلي ادوا له 3 اسماء، مدافع من المغرب وواحد من الجزائر وواحد من تونس، وقالوا له اختار شوف مين اللي انت عايزه يعني وادرس الموضوع كويس. قال لهم يعني خلونا دلوقتي
انا مش عايز اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالموضوع، ادرسه وذاكره وهاتولي الملخص لحد ما انا اخلص ماتشين الوداد وبعد كده اديلكوا الراي. انت شايف يا كابتن عبد الجليل ان الاهلي محتاج قلب دفاع في الموسم اللي جاي مع التاكيد، وافتكر اللي احنا قلناه من شويه ان النادي الاهلي هيبقى عنده دوري، هيبقى عنده سوبر ليج ودوري ابطال افريقيا وما بعدهم كاس العالم للانديه. المكان ده اكتر مكان يتعرض فيها اللعيبه، يا اما للوقف يا اما الاصابه، بالذات الوقف لان المساك ده بيلتحم كتير فانذاراته كتير. برضو هبوط المستوى بتاع المساك ده، انا ياسر من احسن الناس دلوقتي بس كان من 3 4 ماتشات من اوحش الناس لو تفتكر. كان ملوش كان في فتره بقى. محمود متولي ابتدى مع الراجل، والراجل انت بتقول بيحب اللي يطلع بالكره من تحت، ومحمود متولي بيعملها بس اصاباته كترت برضه فتقلق، وقفش عليه شويه من بعد الغلطه بتاع ريال مدريد فحطه جنبه شويه. رامي ربيعه برضه اصاباته الى حد ما، لا وان كان لما لعب رامي يشكر يعني رامي يشكر، ويعني لو قعد سنه كمان دي حاجه ممتازه جدا، ولكن لازم لازم فعلا لو النادي الاهلي بيفكر لازم بس بلا صربعه. انا عجبني الراجل في هدوء قال لهم مش وقته، اختاروا انتوا او هاتوا لي كذا لعيب، انما اللي حصل السنه اللي فاتت في ميكيسوني وبوسافيو وبيرسي تاور ما كانش اتظبط، كان في رجلين برضو، فالصربعه دي مش النادي الاهلي اللي يعملها. يعني صفقات ممكن تجيب 5 صفقات لو طلع منهم واحد وحش معقوله، اتنين يعني اتنين، انما مش الشروه كلها، لا مش الشروه ويطلع واحد بالعافيه كل فين وفين. وخلي بالك يا كابتن برضو لما بتكون انت أداءك كويس ونتائجك كويسة بتبقى مرتاح نفسيا، ما بتبقاش مستعجل متوتر فعايز تجيب أي حد عشان تسد بسرعة العجز وترضي الناس ومش عارف إيه، لا بالزبط. أنت خلاص أنت ماشي. أحسن حاجة عملوها السنة دي إن ما جابوش فيرود أي حد وخلاص، لما كهربا رجع سدها شوية عشان أجيب فيرود يقعد معايا 5 6 سنين، حاجة كده زي فلافيو، حاجة زي فيليكس زمان، اللي هو الفيرود اللي ده فيرود الأهلي اللي هو كل ماتش جون، كل زي وليد آثار شوية لما كان لاعب، اللي هو فيرود فعلا تقيل. واعتقد مفيش مصر، هو لازم فيرود يا افريقيا يا شمال افريقيا، يعني احنا مش محظوظين لا امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه، ولا احنا افريقيا يا اما بالذات يعني افارقه يعني. كولر قال لهم يا جماعه لو سمحتوا للاداره ارجوكم جددوا لحسين الشحات علشان الراجل يركز. مع ان حسين الشحات ما شاء الله عليه يعني افضل او من افضل لاعبي الاهلي في الفتره اللي فاتت الحقيقه، ومتميز ومن افضل لاعيبه مصر حاليا حسين الشحات الحقيقه، بس هو كولر برضه بيبص لابعاد ثانيه انه كل ما يكون اللاعب مستقر وهي طبعا حسين الشحات عقده هيخلص السنه دي، ويقال انه في اتفاق مبدئي على التجديد لكن ده ما تمش بشكل رسمي، فهو قال لهم ولا بقى مستني الوداد يخلص، قال لهم جددوا معايا عشان عندنا الوداد ونخلص الموضوع ده. شايف انه يعني مناسب انك تقعد مع لاعب دلوقتي عنده نهائي افريقيا وتتكلم في تجديد، ولا الافضل ان انت تستنى وتربط بس الخيوط وخلاص؟ ده احسن وقت، ولو ان الاهلي لما حتى بيقعد قعده وديه وبيدي كلمه خلاص تعتبر خلصانه، بس برضو راحه للاعيب نفسيا، راحه للمدرب. وبعدين انا لو ما جددتش لحسين دلوقتي هجدد له امتى؟ وبعدين انا لو جبت حد في مصر، ما فيش حد في مصر دلوقتي زي حسين يعني. يمكن من 3 4 شهور كنا قلنا احتمال يمشي في شهر واحد، ولكن سبحان الله غير احوال اللعيب اللي بيفرض نفسه. اللمسه بصراحه بتاعت كولر برضو مع التاكيد ان اللعيبه اكيد اشتغلت على نفسها، لكن بيرسي تاو وحسين الشحات لا حاجه بيرسي تاو ما كنتش متوقع تغير 180 درجه. حسين طبعا لعيب كبير بس بقاله فتره باين، لكن اللمسه واضحه. وبمناسبه بقى اللعيبه واللعيب التاني اللي انت بتحبه ومش عايزه يمشي، جاي له عروض. انت قلت حمدي فتحي ومين اللي مش عايزه؟ وعبد المنعم. عبد المنعم قال لك انديه في الدوري الفرنسي بدات تتكلم وعايزاه. الحقيقه عبد المنعم ستايل مدافع اوروبي بصراحه، يعني في لعيبه كده انت لما تشوفها تحس ان هم لا ده يلعب في اوروبا. ستايل لعب ولا شكل؟ ستايل، لا ستايل لعب مش شكل. هو شكلنا كده يعني. او شكلي، لكن لا انت شكلك اوروبا يا كابتن عبد الجليل، بتاع كوره شراب يعني اللي هو عبد المنعم فعلا ستايل لعبه طبعا ثقه وشخصية وثبات وذكاء، بيلعب براسه كويس رغم انه مش طويل، بس عنده التيك اوف والجامب عالي جدا، كورته حلوه، عنده باور، عنده حماس. هو مشكلته مش في مستواه، مشكلته انه ممكن بيزودها اوقات، الثقه بتزيد شويه، دي تتظبط. ما دي سهله تتظبط. ف
الخبر اللي عندنا انه في بعض الشركات، شركات التسويق طبعا اللي بتبقى اللي هي شركات الوكاله يعني، بدات تتواصل مع محمد عبد المنعم علشان تشوف موقفه لو جاله عرض اوروبي في الفتره اللي جايه. محمد عبد المنعم يعني زي لعيبه كتير ما عندوش مشكله ان هو يلعب في اوروبا، ويتمنى طبعا يلعب في اوروبا طبعا، ويكسر ما بيتعداش منه بسهوله بالظبط. اه طبعا ولو اتعدى منه بيجيب تاني يعني، ده حقيقي من الناس اللي زهقت دفع باور فظيع. بس انسى عبد المنعم، مش هتتسبب يعني. المعلومه اللي عندنا ان العرض دلوقتي حاليا اول كلمه فيه 6 مليون دولار. انا قلت لك رقم اتنين الاستحاله، حمدي وعبد المنعم، وهم الاثنين اللي انت قلت عليهم العروض. سبحان الله يعني، انا قبليها بقول لك فلان وفلان، وانت طالع بتقول لي عندهم عروض. ده حيوة طبعا. هو محمد عبد المنعم قال لهم يا جماعه انا ما بتكلمش في عروض، لو حد عنده عرض يروح للاداره طبعا ويكلموهم، وهم بقى ياخدوا القرار. لكن لما بتكلم في عرض مبدئي ب 6 مليون يورو بقى، مش دولار غالبا، 6 مليون يورو، فانت بتتكلم حتى مع الكلام ممكن يوصلوا لسبعه ويوصلوا لثمانيه، هو لعيب دولي فممكن برضه مغري شويه، الرقم يغري. اه بس ده هو اللي شايل ورا. بعدين طب هجيب مين؟ عارف لو في بديل واضمنه ماشي وبكسبنا فلوس. مش كل يوم هيجي عبد المنعم، مش كل يوم هيجي عبد المنعم يعني. طيب انت شايف الحاله اللي عليها النادي الاهلي دلوقتي يا كابتن عبد الجليل، تطمنك قبل مباراه الوداد؟ المباراة مش سهلة مؤكد، عندك ماتش ذهاب هنا يوم 4 ان شاء الله 4/6 في استاد القاهرة، عندك ماتش تاني في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. الوداد هو اللي كسبان الاهلي في النهائي السنة اللي فاتت، رغم ان كان في ملابسات طبعا فاكرينها ان النهائي اتلعب مباراة واحدة وراح لهم المغرب، اتلعب في المغرب ما اتلعبش في مصر، وقصة كانت كبيرة. وحتى نهائي 2017 برضو اللي جمع بين الاهلي والوداد، الوداد اللي كان كسب فيه كان رايح جاي تعادل ومكسب في المغرب، رغم ان الاهلي ما بين الاثنين وقبل كده خرج الوداد اكتر من مره في ادوار اقصائيه، بس من الحظ انه يعني كان بيقابل الوداد في ادوار ثانيه، يا سيمي فاينال يا بتاع، النهائي على حظ الوداد كان مايل للوداد. انت الحاله اللي فيها الاهلي مطمناك جدا، ولكن الماتشين النهائيين اللي هم خدهم الوداد هي دي اللي قلقاني. في ساعات كده فرقه بتبقى كعبها عالي. موجود في الكره الكعب العالي موجود طبعا طبعا. احنا طول عمرنا بنلعب في استاد رادس، اكننا بنلعب في استاد، بنكسب الترجي بره على طول يعني. انت رايح ومطمن نفسيا ان مفيش مشكله في كده اجواء، في اجواء انت عارف ان انت لا كعبك راكب عليهم. ودي في الكوره. ولكن حاله الاهلي فنيا وبدنيا وذهنيا ومعنويا حاجه تطمنك، تقول لا ان شاء الله هنا تكسبهم اثنين او فوق الاثنين ان شاء الله، وتروح هناك تتعادل 1-1، تتغلب 1-0، تكسب هناك في الوداد سهلة. بس أنا مطمن من أداء لعيبة الأهلي. هي النقطة اللي مش مطمناني حتة كعب عالي، وإن هو كسبني في نهائيين، ولو إن النادي الأهلي زي ما قلت لك ما بيسيبش طاره بسهولة. طار كروي مش طار حاجة. لا مفهوم مفهوم. يعني كان نفسي أقابل صن داونز. كان نفسي. ده أنا كنت نادر إن أنا أروح الإستاد. والله أنا بقالي يجي 10 سنين ما روحتش، بس أنا كنت قلت صن داونز دي أروح له. لا أنا ليه أصلي ما تعبت قوي منها. حتى انا طلعت معاكم يعني، انا اول مره اتكلم كده يا كابتن. ربنا بيحبهم ان هم ما هوش الاهلي. بجد يعني يخلص منهم والله العظيم يعني، كنا خلص القديم والجديد. الاهلي اولا هو القديم بتاع الاهلي، خلي بالك الاهلي بدايه الصحوه في القرن الجديد مع مانويل جوزيه كانت اللقب من صن داونز لو تفتكر في 2001. الـ1-1 هناك كان سيد عبد الحفيظ، الاهلي كسب هنا 3-0. بس هيروحوا مننا فين؟ السنه الجايه ربنا يحيينا ويحييهم. مش هسيبهم، مش هسيبهم. انا مفيش فرقه اتعلم علينا، مفيش فرقه اتعلم علينا بالطريقه دي. والاهلي خلي بالك خرجهم برضو مرتين من ادوار اقصائيه يعني، السنه اللي فاتت هم خرجوا الاقصائي ده، لكن النهائي ده بيوجع كابتن. لا بيوجع. انما الوداد لينا معاهم طار كده مش ظريف يعني، ان احنا حاسين ان احنا اتغدر بينا. هم فنيا في الملعب كسبونا، عشان احنا كنا رايحين خسرانين السنه اللي فاتت بدون اي حاجه. يعني احنا كده حصل كلام طبعا ده لغايه يوم الماتش الصبح. فاللعيبه بص راحه خسرانه. المره دي لا، المره دي 50-50 وفي تكافؤ فرص، وانت جاي لي وانا رايح لك. فانا الماتش اللي هنا ده هو ده النهائي مش اللي هناك. انت شايف انه لازم الاهلي يخلص من هنا؟ ده لازم، ولا الموضوع هيتحسم هنا؟ لا ما فيهاش ولا ولا جمهورهم. ايه النتيجه اللي تطمنك يا كابتن؟ هنا 2 2 فيما فوق. اقل من 2 لسه. هنعمل بقى معسكر ونقعد نتكلم ونقعد نعمل ونقعد نسوي. لا مش 2 في الاهلي دلوقتي، لا يعني مش اي فرقه تجيب فيه 3 اجوان يعني، مش بسهوله يعني. ماتش صن داونز ده كده كانت كبه وخلاص، انما مش اي فرقه دلوقتي هتروح على الاهلي هتعرف تجيب جون واثنين وثلاثه. لا
فانا هنا لو كسبان اثنين او ثلاثه لا خلاص الماتش خلصان ان شاء الله. هناك انا هعرف العب واروح باعصاب هاديه وكده. انما هنا لو خلص التعادل او 1-0 بس بسم الله الرحمن الرحيم هناك ضرب الجزاء في ضرب الجزاء زي ماتش الرجاء كده وربنا كرم وضاعت. انا بقول لك في شمال افريقيا بسم الله ضرب الجزاء في الاول. فانا ليه اروح احط نفسي في مأزق؟ يعني لازم اخلص. يعني مفاجآت انت بتبعد نفسك عن ببعد عنها. طيب النهارده في الدوري كان في ماتشات مهمه بخلاف ماتش الاهلي وانبي، كان في فاركو وسموحه وفاركو قدر يكسب 1-0، وكان في ماتش مهم جدا يا كابتن اسوان والبنك الاهلي. لا انا عمال نقول سوبر ليج والترجي. لا لا ده لازم ادخلك في الحته دي. ماشي. ده انت لازم تتكلم فيها، اصل في المعمعه دلوقتي. البنك الاهلي كسب والبنك الاهلي يعني اتقدم في الترتيب بقى في 31 بقى 13 دلوقتي 31. بس هقول لك على حاجه لسه في اللعبه بالظبط 13 يعني ترتيب الجدول دلوقتي علشان نبقى اهو جدول مع حضراتكم. طبعا خلينا بقى ننزل تحت شويه. لا خلينا من تحت. من اول المهددين الاسماعيلي في المركز ال 11 ب 32 نقطه، تحتيه سيراميكا كليوباترا في المركز ال 12 ب 31 نقطه، البنك الاهلي بعد الفوز النهارده في المركز 13 ب 31 نقطه، اسوان في المركز 14 ب 31 نقطه، غزل المحله في المركز ال 15 ب 31 نقطه، مراكز الهبوط بقى من اول الداخليه 28 نقطه، طلائع الجيش في المركز ال 17 26 نقطه، والطلائع لعب 27 يعني قلب ماتشين من كل اللي فوقيه يعني باستثناء سيراميكا، وحرس الحدود بعيد شويه 16 نقطه. احنا معانا على التليفون طبعا مدرب عام نادي البنك الاهلي ونجم طبعا نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر كابتن محمد عبد الواحد، بنقول له الف مبروك يا كابتن، فوز مهم جدا. دكتور وليد الله يبارك فيك. كابتن عبد الجليل تحياتي ليك يا حبيبي. مبروك يا مو حبيبي. يا كابتن عبد الجليل ازي حضرتك عامل ايه؟ بتتسحبوا انتوا من تحت كده و دعواتك يا كابتن. لا انتوا فرقه ما تنزلش يا كابتن. والله كابتن النادي يا كابتن والاداره وكده المحترم مرينا بكبوه كبيره جدا من اول موسم. كتر تغييرات جدا الفنيه كان بسبب مشاكل اللعيبه. احنا رابع جهاز فني كابتن عبد الجليل نيجي حضرتك مدرب كبير وعارف. لا لا لكن اول كابتن خالد بدا الموسم خالد جلال، وبعدين كابتن حلمي طولان، بعدين كابتن امير عبد العزيز، وبعدين بابا فاسيليو رابع جهاز. جينا في موقف صعب كنا سيرة قبل الاخير عندنا كانوا جايبين 12 نقطه، وكنا بعيد جدا جايين من تحت. الراجل مسك يوم 27 يناير ما كانش عندنا غير 3 4 ايام يا كابتن عبد الجليل قرارات الشتويه نجيب لعيبه، ما جبناش غير سعيد سومبريه وباسم مرسي. الراجل طريقته نلعب كوره على الارض وزي ما كان شغال في وادي دجله كان شغال في المحله وعامل نتائج ايجابيه في اول الموسم. ما كانش عندنا وقت، النتائج في اول الموسم ما كانتش احسن حاجه معانا اول اربع خمس مباريات. تعادلات وخسرنا ما كسبناش، لكن النتائج بعد كده ظبطت الحمد لله. احنا بقى لنا كابتن عبد الجليل 6 مباريات دلوقتي، جبنا 14 نقطه من 18، 4 فوز واثنين تعادل. ده اللي فرق معانا بشكل كبير، وصلنا نقطه 31. وزي ما حضرتك قلت احنا لسه في موقف صعب جدا. لا لسه 31 نقطه بقاء، ماتش اعادك وماتش ينزلك وماتش يطلعك، فاحنا لسه في موقف صعب جدا. لكن معنويا الحمد لله احنا اخر فتراتنا كابتن عبد الجليل، انا بحب اتكلم بالارقام. انا اخر ست مباريات ما خسرناش، جبنا 14 نقطة من 18، جايبين 8 أهداف، جاي فيه جولين بس في 6 مباريات، شيء كويس. كلين شيت أربع مباريات كلين شيت. فأرقام بتدل إن إحنا جايين زي ما أنت قلت جايين من تحت، ونتائجنا إيجابية والفترة اللي جاية بنقدر نبني عليها مع اللعيبة معنويًا على الأقل. أنا عايز أسألك سؤال يا مو. لا يا حبيبي. بابا فاسيليو أنا معجب بيه بصراحة، أنت شهادتك مجروحة فيه. شهادتك مجروحه فيه. انا اشتغلت معاه في دجله وجي قعدنا في دجله، راجل محترم جدا، كورته كويسه جدا، بيحب يبني كوره من الارض، لكن مش بافور، مش بيلعب استحواذ سلبي زي معظم المدربين بيلعب استحواذ زي تكيس. بيلعب تقول وارقام خلي بالك، مش انا اللي بقول. ندخل شوف الارقام اللي احنا جبناها كاهداف اللي جت فينا واللي لينا واللي علينا، هتلاقي الحمد لله عملنا فرق كبير. النقط الحمد لله احنا مستنيين الفرقه 12 نقطه، النهارده بنتكلم في 31 نقطه، فانت جايب دلوقتي يعني 19 نقطة من ساعة ما راجل مسك، فده شيء إيجابي. ماشيين بخطة ثابتة الحمد لله آخر فتراتنا، كلين شيت زي ما قلت لك أربع مباريات. الميزة يا كابتن عبد الجليل إن إحنا كل المواجهات اللي الحمد لله رب العالمين بفضل من الله ونعمة، يعني كل الفرق اللي بتنافسنا على الهبوط إحنا نتائج إيجابية لصالحنا. صح. النهاردة يا كابتن عبد الواحد أنتوا يعني اتأخرتوا بهدف الأول من أصل،
كان هدف مباشر. والحال الماتش كان مفتوح من بدايه المباراه، الماتش كان مفتوح وانتوا كنتوا بتهاجموا، وكان في مساحات في خط ظهر اسوان، واسوان كان ليها جنب. ضيعنا واحده بتاعت بامبو في اول 7 دقائق انفراد الجول بالظبط، وبعدها بتاعت قعود كان لنا فرص قبل ما يجي فينا الجول، ده حقيقي نقدر نجيب منهم بتاعت فتح. وحارس اسوان عمرو حسام عمل جيم هايل جدا الحقيقه من رجال المباراه النهارده. العوده بقى، العوده يعني شفنا تبديله اسامه فيصل ونزل غير الامور شويه، وغيرته حتى طريقه اللعب، خرجته امير مدحت. التغييرات كلها معظمها هجوميه، يعني اسلام جابر تغييره هجوميه، حمدي علي نزل في نص ملعب مهاجم، اسامه فيصل 9 فيرود صريح. النهارده ما كانش عندنا يعني التعادل، ما كانش يفيدنا التعادل، كان ممكن يفيد لاسوان، اسوان يفيد اسوان اكتر طبعا، فكان ممكن يوصل لنقطه 32 واحنا 29، فالتعادل كان نوعا ما مريح لاسوان، لكن لينا لا ما كانش غير المكسب. جه فيه الجول، والله العظيم يا دكتور وليد اول ما جه فينا الجول طبعا بيجي لك طبعا ضغوط يا كابتن عبد الجليل، انت فرقه بتطلع على ضغوط، جه فيه الجول وباقي خلاص الوقت الشوط الثاني بيعدي، فانت تبقى متنرفز. الراجل جابنا احنا الجهاز قال لنا بي كال، خلينا هاديين هنكسب لو لعبنا بنفس طريقه لعبنا. اللعيبه بيجي فيها جول، اللعيبه المصريه بقى لها 3 سنين عارف المنتاليتي المصريه، بيتنرفزوا كل واحد بيطلع من مكانه يا كابتن عبد الجليل، وتبص تلاقي الناس سايبه مكانها وطالعه مكانها، وهجوم عشوائي. وبص ممكن تتخطف جول كمان، بدل ما كنت خسران واحد تخسر 2، الفرقه الثانيه انت بتهاجم بكل خطوطك، فبتسيب مساحه في ظهرك، فالفرقه الثانيه بتلعب على كنتر اتاك ممكن يلطف في جول كمان، يبقى خلصوا الماتش. فاحنا عاوزين نبقى هادين، نلعب بالتوازن بتاعنا الدفاعي بطريقه لعبنا بالبيلد اب نفس طريقه، مش هنغير اي حاجه، نهدي اللعيبه في الملعب. قال لي قوم ترجم لهم بالظبط كده، لان انا بقوم بدور الترجمه، قوم ترجم لهم بيشنت، صبر، كالم، هادين، صبر، نلعب كورتنا وهنكسب. فالحمد لله اللعبه كانت هاديه في الملعب، قدرنا ما نتسربعش من هنا هجمات، قدرنا الحمد لله نجيب جول تعادل، وجات لنا ضربه جزاء جبنا الجول الثاني، قدرنا نحافظ على المكسب. انا شايف النهارده مكسب كبير ب6 نقاط النهارده مع فرقه محترمه زي فرقه اسوان. يا كابتن انتوا عندكم الماتش الجاي اعتقد داخليه ثم الاتحاد. داخليه ماتش لا يقبل نفس يعني الحكايه برضه راس براس. بس قبل ما نروح لماتش الداخليه، انتوا استفدتوا النهارده ان الماتش ما اتلعبش في اسوان واتلعب هنا في القاهره في السلام، يعني برضه زود الخصوص كبنك اهلي طبعا، يعني احنا بنلعب في القاهره احسن، ماتشات اسوان بتكون صعبه، لكن هو اسوان كان عنده مباريات هنا في القاهره، كان بيلعب الزمالك من بالظبط من اسبوعين، حلو، كان عنده مباريات في القاهره الفتره اللي فاتت كلها، كان بيلعب الداخليه 3 مصر في القاهره، وكان بيلعب الزمالك بعدها في الدوري في القاهره، واحنا ماتشنا بعد كده هيبقى في اسوان، وهيرجع يسافر هو اسكندريه يلعب حرس بعدنا. هو توفير النفقات والمصاريف والسفر لاسوان والانتقالات بالنسبه له، قال لك العب ماتش في القاهره، خاصه ان هو ماشي يعني عمل جيم كبير وصل الداخليه، قدر يكسب المصري بورسعيدي في الدوري بره ارضه. يعني الاسبوع اللي قبل اللي فات وكسبان مصر 3-1، كان اخر مباراه للكابتن حسام حسن اسكندريه. فمش شرط ان انا في اسوان، ان انا بكسب المصري في المصري 3-1، فدي نسيته مطمئنه شويه ان انا ممكن العب البنك الاهلي في القاهره واكسبه عادي. يعني بعد ماتش المصري تحديدا هم خدوا القرار ده، قبل ماتش المصري احنا لم نعلن ان الماتش هيتلعب في القاهره. أيوه. كنا محضرين التيكت الطيران وحجزنا طيران عادي، هم لما كسبوا الماتش المصري ولقوا نفسهم ان عندهم اسبوعين في القاهره هيلعبوا الداخليه في كاس القاهره، وهيلعبوا الزمالك في القاهره، وبعدهم ماتش البنك الاهلي، فما نلعبوا في القاهره كمان. ما احنا بنكسب بره ارضنا عادي يعني. الداخليه بقى والداخليه متعادل مع الزمالك، والحقيقه عامل جيم هايل جدا على الزمالك امبارح. انت شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه برضه بست نقط. يعني. مستوى الزمالك بعيد جدا عن مستوى الطبيعي ومستوى الفني يعني. يعني انت قصدك يا مو ما حدش يقيس على الزمالك. لا لا لا. طب تعالى تعالى لي في الزمالك بقى. ليه لا يا مو؟ لا 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 انا والله صح يا مو، انا هقول لك على حاجه. يا كابتن الداخليه لو لعبت كده كل الماتشات مش هتهبط. كنت لسه هقول لك كده يا كابتن. لسه هقول لك، اولا الداخليه وانت حضرتك عارف كابتن عبد العال مصنف من المدربين الدفاعيين، وده لا يعيب لا يعيبه بشيء. ستايل لعب كبير وعنده فلسفه زي فلسفه كابتن طارق العشري. بالظبط. طارق العشري بفلسفته الدفاعيه هو عنده 40 نقطه النهارده، وناجح نجاح كبير جدا مع فاركو. فكل شيخ وله طريقه وكل مدرب وله فلسفته، المهم ان انا انجح بفلسفتي واقدر اوصل شغلي للاعبين. بس علاء يوم ماتش الزمالك ما لعبش دفاعي. ما كنت لسه هقول لك بقى جديد. تداعب علاء كلنا عارفين ان هو مدرب دفاعي، لكن ماتش الزمالك ما لعبش دفاعي. لان لا فرقه الزمالك فرقه لا ان انا ممكن اقدر اكسبها، وان انا كل شويه بروح للمرمى بكل سهوله، بقطر الطرق وبص ببص واحد بقدر اضربهم بدفاع دفاعهم في المساحات في ظهرهم في ظهر حسام عبد المجيد، فليه لا ما يبقاش عندي طموح ان انا اكسب الزمالك. طيب يا كابتن عبد الواحد
انت يعني بعيدا بقى عن منصبك انك مدرب في البنك الاهلي، وانا عارف انت لما بتتكلم عن الزمالك بتتكلم كنجم سابق وكراجل عاشق للفانيلا البيضاء، وده شيء مؤكد والناس بتكون متفهمه ده، وعارف ان انت لما بتتكلم عن الزمالك بتتكلم من قلبك ويعني والناس بتتفهم. الاوضاع في الزمالك الفنيه هل انت راضي عنها لحد دلوقتي؟ وبدا في كلام يتقال عن اسوريو لدرجه ان انا معايا خبر برضو يعني عايزك تعلق عليه من ضمن كلامك، انه لجنه الكره في الزمالك، لجنه الكره بتطالب بفسخ التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس اسوريو مدرب الفريق طبعا في الساعات الجاريه قبل ماتش طلاع الجيش اللي جاي، الماتش هيكون يوم الثلاث. الوحيد اللي رافض واقف في الموضوع ده ميدو، هو رفض رحيل اسوريو واستمر او تمسك باستمرار المدرب لنهايه الموسم، وقال لهم في نهايه الموسم قيموا وشوفوا وخدوا القرار، لكن ما ينفعش دلوقتي. انت اداء اسوريو اداء الزمالك بشكل عام تقييمك ليه ايه؟ ولحد امتى تبقى الدنيا ماشيه بشكل عام؟ اداء كارثي الموسم ده، الموسم ده خالي الوفاض، مش هيقدر يحقق فيه اي حاجه. انت بتتكلم في فرقه بعيده جدا، حتى ممكن ما تشاركش في الكونفدراليه السنه الجايه. انت بتتكلم في الزمالك نادي كبير ونادي بطولات ونادي جماهيري في المركز الرابع، بعيد جدا عن 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 مستوى البطوله السنه دي. الاداء قصاد الداخليه ومع الراجل اسوريو بقى يطمئن، بيلعب بطريقه غريبه جدا، بيلعب بيغير في مركز اللاعبين، لحد دلوقتي مش قادر يسمع للمدربين المصريين اللي جنبه اللي هو مدحت عبد الهادي واحمد مجدي وعبد المنصف. هو عامل زي العربيه معاه لعيبه كويسه مش وحشه، مش هقول لك لعيبه سيئه، ماشي زي العربيه البورش. العربيه البورش ماشيه عربيه ممتازه لكن من غير جي بي اس. الجي بي اس هو بيوصلك للطريق الصح. ايوه. اللي هو فكري يوصله للعيبه فيوصلني للطريق التارجت اللي انا عايزه. الراجل بيلعب بطريقه 3 2 2 3 من غير وينج باك. بلاش زيزو بيلعب في مكان غير مكانه، بيفخده كوينج وسرعات زيزو كوينج، حطه في نص الملعب. شيكابالا ساعد لاقي ناحيه اليمين وناحيه الشمال، جريمان داير مره وينج ناحيه وينج رايت وليه مره على الدايره. بيلعب المسوس ديفندر، المسوس الماتش اللي فات في الشوط الثاني لعبه ديفندر بعد التغييرات اللي عملها. لاعب قصاد عبد المجيد الماتش اللي قبله ديفندر كسته وده هو مش مكانه. فعامل لخبطه وما تعرفش ان هو مش عارف. فانا شايف هو بعيد جدا جدا عن مستوى الزمالك بامانه يعني. وانا شايف ان الزمالك لا، لازم نجيب مدير فني كبير. الموسم ده خلاص، الموسم ده خلاص مش هنطلع بيه حاجه، لكن استعداد للموسم الجاي عشان الجمهور مش مستحمله موسم كارثي زي ده. البعض يقول لك هو الزمالك خلاص بعيد، والراجل بيجرب وبيشوف وبيجرب افكاره وبيجرب اللعيبه علشان يشوف مين هيكمل معاه ومين مش هيكمل. في الحته الفنيه بعيد جدا يا جماعه فكره يعني. انا شايف لا، انا شايف لا مش لا مش يعني. انا بالنسبه لي كراجل زملكاوي وكمدرب عام بقالي 8 سنين دلوقتي في الدوري الممتاز، سواء واد دجله سواء حاليا مع البنك الاهلي وكابتن عبد الجليل طبعا مدربنا الكبير، حبيبي. لا الراجل ملخبط مراكز اللعيبه ومش عارفين ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه، ولا النقاده عارفين ولا المحللين عارفين ولا الجمهور عارف. انا بلعب بثلاثه بلعب بثلاثه ورا، احط حاطط السكر الباك ليفت اللي هو قصير لاعب السيد باك على الشمال، ولاعب ما فيش وينج باك. مين اللي بيلعب بباكين في الزمالك؟ باك ليفت وباك ليفت اللي هو الوينج باك اللي هو اللي بيطير كانه وينج، ولا بيلعب 3 4 3 ولا 3 ولا 3 4 3 ولا 4 3 3 مش فاهمين هو بيلعب بايه. عامل ضغط في نص الملعب، اثنين ديفندرز اللي هو رؤى ودونجا، واثنين قدامهم شيكابالا وزيزو. طب ادوارهم ايه؟ طب مين بقى بين خطوط؟ طب ابراهيم ده فتح الخط بيلعب وينج ولا بيلعب مفيش، مش فاهم له حاجه. ما بيلعبش حاجه. ملخبط الدنيا، عامل ملخبط كل حاجه. فمضيع الهويه ومستوى الزمالك. فين زيزو اللي قدام مستوى زيزو لا انت 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 بتفقد زيزو بنسبه كبيره جدا كوينج سريع، بيقدر يجيب لك قريب من المرمى، بيقدر يجيب لك جول، بيقدر يعمل لك ازعاج للفرقه الثانيه. حطه في نص ملعب زيزو امبارح بيرجع دافع من عند 18. فالزمالك في حاله يرثى عليها فنيا واداريا. الدنيا صعبه جدا للزمالك. انا شايف الزمالك يستعد لموسم جديد ويجيب مدير فني يليق بنادي الزمالك. اجنبي ولا مصري يا كابتن؟ يعني في الحاله دي اجنبي طبعا، اجنبي طبعا. الاهلي والزمالك انديه كبيره وفي ضغوطات الجمهور وبتاع، مفيش جمهور هيستحمل او المدرب هيستحمل المدرب المصري. مدرب اجنبي بس مدرب كبير. تمام. مع احترامي انا جايب مدرب لا عمره اشتغل في المنطقه بتاعتنا، لا كان له تجارب ولا عمره اشتغل في الميدل ايست اصلا خالص، وكل تجاربه في بلده في مش بنتقص منه. مدرب كبير وله اسمه بس بقى في حتته في منطقته. لكن هنا لا، حد يجيب حد دارس الدوري المصري كويس وعارف وشايف انه مطلع على الدوري المصري كويس ويعرف كيف اللعيبه لما يتفرج على اللعيبه وياخد رأي الاجهزه الفنيه. مشكله المدربين الاجانب بيجوا ما بيثقوش في المدربين المصريين. يعني انا شايف الماتشين اللي مسكوا مدحت عبد الهادي كان الاداء نوعا ما افضل، وراجل جاب 6 نقط من 6 نقط يعني جاب كسب ماتشين وكان اداء معقول. مش هقول لك اداء رائع لكن اداء كان معقول. ليه؟
حاطط كل واحد في مكانه. اللهم اجعل السهل سهل صح. وستة ستة والاثنين تمانية وعشرة هم نص ملعب مهاجمين، ونمرة تسعة وسبعة وحصر الوينجين هم كل واحد بيلعب مكانه، الشرقي وينج بيلعب وينج، زيزو وينج بيلعب وينج، سيفن جزيري فيرود بيلعب فيرود، دونجا ديفندر ديفندر، الوينش سيد باك سيد باك، لكن عمال يغير في 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 البوزيشن بتاع اللاعبين، لا انا تايه. اختراقات من العمق، بيلعبوا مساحة 70 متر مع الداخلية، لا عارف يظبط الاداء بالدفاعي ولا عارف يعمل بالانس دفاعي ولا عارف يلعب على اي بتتكلم بحرقه يا كابتن عبد الوهاب. كارثي كارثي يعني. انا بصراحه اداء الزمالك كارثي. انت لعبت الزمالك ولا لسه مو؟ مدرب بقى. انت لعبت مو؟ انت لعبت الزمالك ولا لسه؟ للاسف ولا لعبناها. ايه لعبتهم خلاص؟ لعبناهم. ده انت فصصتهم. كابتن انا بقول لك انا للاسف انا بقول لك طيب. يعني الزمالك انا زي ما انت نجم الجيش عبد الجليل بتيجي تتكلم عليه تتكلم باسلوب الاسلوب تبقى عندك حرقه على الناس بتاعك. ده حقيقي. فانا عايز الزمالك يبقى كويس، انا عايز الزمالك يبقى كويس، يبقى ينافس الاهلي، يبقى بياخد بطوله، يبقى ينافس، الجمهور بتاعه محروق. صفقات مش احسن ما يكون، جبنا صفقات لا تليق بنادي الزمالك، خلينا نكون واقعيين. ايه سامسون اكينولا ده؟ لا يعني يا جماعه انتوا بتهزروا، لا في صفقات كثيره مش على مستوى المأمول ولا تليق بنادي الزمالك. في ناس بتلعب لا تليق بمستوى، ما ينفعش يلبس شيرت الزمالك، ما ينفعش يعدي جنب صوره الزمالك. احنا بنهزر كلامي ممكن يكون قاسي شويه لكن هي دي الحقيقه. لازم الناس تفوت. انا الزمالك نادي كبير، نادي الاهلي نادي كبير، ما اجيبش صفقات وخلاص يا جماعه. مش اللي مش كل واحد معدي يعمل له بصمه خلاص الزمالك يلعب باسم الزمالك. لا كابتن محمد عبد الواحد يعني طبعا يعني توفيق مو متفاهمين روحك وخوفك على نادي الزمالك، وطبعا الف مبروك مره تانية الفوز النهارده والاقتراب خطوه والتحرك خطوه للامام في جدول الدوري الممتاز، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الانديه. هيبقى في كلام كتير عن الزمالك كابتن عبد الجليل، وكمان برضو عن صراع الهبوط لانه صراع بقى ساخن جدا. انا صعبان على المحله واسوان قوي. انت فاكر المحله كانت فين؟ المحله في بدايه الدوري كانت هتنافس على مربع ذهب. واسوان عملت من بدايه ايمن الرمادي عملت شويه نتائج وماتشات خلتها سادس وسابع وداخله في الحته دي. نتكلم فجأة فيها دي. رجعنا مش عارف ليه، انت اللي تقول لنا رجعنا هنا. ليه؟ يعني انت اللي تفسر لنا، لكن خلينا نتابع تقرير الاول عن اوسوريو اللي بقى مغضوب عليه من قطاع كبير جدا من جماهير نادي الزمالك. لجنة الكورة نفسها زي ما الخبر من مصادرنا عايزة تقيل أوسوريو حتى قبل ماتش طلائع الجيش، مش عايزة تسيبه حتى للماتش الجاي. ميدو بس هو اللي معارض لهذا القرار، وكان معانا كابتن محمد عبد الواحد طبعا نجم نادي الزمالك السابق، وهو كمان شايف انه أوسوريو مش هو الاسم المناسب لنادي الزمالك ولازم اقالته والاستعانة بمدير فني اجنبي، لكن لسه أوسوريو موجود وعنده مباراة قادمة. هل يتراجع أوسوريو عن افكاره الفنية ويبدأ يلعب بشكل مختلف علشان الوضع يتحسن؟ خلونا نتابع التقرير وفاصل. اهلا بكم مرة تانية مكملين حلقتنا، وطبعا في ضيافتنا كابتن محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية. معتز ابراهيم خلاص الحكم الليبي هو حكم مباراة ذهاب الاهلي والوداد ان شاء الله في استاد القاهرة يوم 4 يونيو باذن الله، واكيد جماهير الاهلي كالعادة هتكون عند الحدث وهتكون يعني على قدر المسؤولية، واكيد هتملى ان شاء الله مدرجات استاد القاهرة وفقا للساعة اللي هتتحدد. معتز ابراهيم ليبي الجنسية، مواليد 1 يناير 90، يعني بتتكلم 33 سنة، حكم لسه شاب، أدار ماتش شباب بلوزداد مع الزمالك في الجزائر، وكمان أدار للأهلي مباراته مع الرجاء المغربي في المغرب في الدور ربع النهائي. كان ممتاز الإياب. كان ممتاز. أنت شايف إنه أداره بشكل كويس؟ جدا. وعلى فكرة الاتحاد الافريقي بقى الحرس القديم كله فعلا. خلاص صح اللي بيعتمد الحكم الموريتاني برضو كان في حكم اتنين زي ما حضرتك قلت بالظبط، فيهم واحد صغير في السن برضو اتنين ممتازين برضو في حكم كيني برضو طالع. هم في السياسه الحقيقه واضح ان هي بقت عند الاتحاد الافريقي. الاسامي القديمه بقى غير ان هي بدا السن يتقدم برضو المشاكل والاخطاء لا 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 بكاري جسامه وسكوزي والناس دي واسامي يمكن هو الوحيد بس اللي كان بره السياق فيكتور جوميز، والراجل ده خلاص اعتزل وبطل احترم نفسه. وكمان هيكون على الفار مصطفى غربال، يعني الحكم برضو كويس ده من الحكام الممتازين جدا. يعني تظلمات بإذن الله وفقا لما صدرنا، هتنظر طعن كهرباء على العقوبات طبعا الأخيرة في أول يونيو بإذن الله. ويعني البعض كان قال أنه لجنة التظلمات هتنعقد بكرة، لكن ده مش قانوني وفقا لتصريحات المصدر اللي من لجنة الانضباط. تقتضي اللوائح استلام لجنة التظلمات لصيغة تنازل الأهلي في القضاء الإداري الأول حتى يحق لها نظر الطعن. طبعا النادي الأهلي أعلن أنه تنازل عن
القضية أو الطعن اللي كان مقدمه في القضاء الإداري ضد قانونية تشكيل لجنة الانضباط. الأهلي هيقدم التنازل يوم 28 مايو، جلسة 28 مايو، ولما توصل الصيغة دي بعدها ب 24 ساعة أو في خلال 48 ساعة تنعقد اللجنة وتاخد قرارها. فيتوريا كان في ودية في يونيو، وكان في كلام انه مش هنلعب لا المنتخب البرازيل لا المكسيك لا اسماء لا افريقي منتخب افريقي غيره، بدا في كلام يطلع انه لا طب ما نلغي وديه يونيو مش مشكله. لكن طبعا بعد ماتش غينيا ان شاء الله يوم 14 باذن الله فيتوريا مصمم على اقامه مباراه وديه. ليه؟ لانه المباراه هتفرق في تصنيف منتخب مصر، والتصنيف هياثر على موقفنا لما تحصل قرعه المجموعات بتاع تصفيات كاس العالم. وانا هشرح لكم طريقه تصفيات كاس العالم لان في لغط كتير حواليها كابتن عبد الجليل مش فاهمينها. فالراجل روي فيتوريا مدير فني منتخب مصر مصمم ان احنا نلعب وديه باذن الله بعد غينيا. المنتخب الاولمبي خلاص حدد ودياته، هيواجه غانا في اسكندريه وغينيا في المغرب. هيواجه غانا يوم 15 يونيو في اسكندريه باذن الله، ثم المباراه الثانيه استعدادا لكاس الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه هيكون يوم 21 يونيو في المغرب قبل انطلاق البطوله. نتمنى التوفيق ان شاء الله. وفي اتجاه لإنشاء رابطة دوري القسم الثاني قبل نظام المجموعة الواحدة اللي هيبقى طبعا دوري محترفين من 18 فريق بشكل جديد، وبرضه عايز تعليق كابتن عبد الجليل عليها. لكن لما اشرح لكم نظام تصفيات كأس العالم الأول 2026، انتوا عارفين انه هيبقى في 48 منتخب للمرة الأولى، 9 منتخبات أفريقية هتتأهل بشكل مباشر. احنا عندنا 54 اتحاد و54 دولة في أفريقيا، هيتقسموا ال 54 على 9 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 فرق. ست فرق هيصعد منهم الاول بس مباشره لكاس العالم، يبقى عندنا 9 منتخبات من التسع مجموعات. طيب هيحطوا رؤوس المجموعات ازاي؟ التصنيف، التصنيف الاول اول 9 هيتحطوا على رؤوس المجموعات. فانت لما تكون كمنتخب مصر متواجد في التصنيف الاول فانت بتضمن ان انت بتبعد عن المنتخبات القويه اللي في صداره التصنيف. طيب احنا لينا كافريقيا فرصه في الملحق، هيعملوها ازاي؟ ياخدوا افضل 4 ثواني في النتائج ما بين التسع مجموعات، الاربع ثواني يصفوا مع بعض يخرجوا منتخب، المنتخب يدخل الملحق العالمي. الملحق العالمي ده هيبقى قدام مين؟ هيبقى قدام منتخب من أمريكا الجنوبية، منتخبين من أمريكا الشمالية، منتخب من أوقيانوسيا، منتخب من آسيا، ومعه منتخب أفريقي. ست منتخبات، ست منتخبات يشوفوا أعلى اتنين فيهم في التصنيف، فنرجع تاني لموضوع التصنيف مهم، يصعدوا مباشرة للنهائي بتاع الملحق. والأربعة التانيين اتنين يلعبوا اتنين، يصعد اتنين من الأربعة يلعبوا الاثنين اللي هم تأهلوا في الأول برضو ماتش وماتش، ويصعد اثنين من الملحق لكاس العالم. فإذا موضوع التصنيف مهم يا كابتن عبد الجليل جدا ولازم نشتغل عليه. الزمالك، رجعك تاني للزمالك لأني مهم أخد رأيك. أسيريو عليه كلام كتير من ساعة ما جه، وبيلعب بطريقة مش ما فيهاش إقناع بالنسبة لجماهير الزمالك، والنتائج مش ماشية كويس. أنت تقييمك إيه للراجل ده؟ وهل أنت مع إنه يمشي من نادي الزمالك ولا ياخد فرصته الموسم الجاي؟ لا يمشي، لا يعني الراجل لسه جايبينه، ولجنة الكورة يعني بأيد ميدو إن هو طبعًا يدي الراجل فرصته. لإمتى؟ ممكن لنهاية الموسم ولا يدوله بقى موسم من أوله بإعداده بصفقاته؟ لنهاية الموسم وفترة إعداده، ويشوفوا أول 10 ماتشات أو أول 5 ماتشات أو أول 6 ماتشات، لو فضل الحال زي ما هو ومفيش تغيير في الأداء ماشي أوكي. إنما أنا بعد 6 ماتشات، ما أنت تبص على القماشة اللي معاه. أنا بعيب على الراجل أسيره حاجة واحدة بس، يمكن كولر أذكى منه. كولر لما جه كان مستلم من سواريش فرقة مهلهلة، لعب اللهم اجعل السهل سهل، بيلعب اللي هو اللعب الطبيعي، الطريقه الطبيعيه ان هو يكسب ماتشات، يكسب ثقه، وبعد كده يا كابتن ابتدى يحط بصماته وابتدى يغير الطريقه، وابتدى زي ما انت قلت في الاول 4 2 3 1 كان بيلعب بيها، قعد يلصم فيها لغايه لما ابتدى يلعب 4 3 2 1. كلام على قصير، طب ما تلعب زي ما هو، زي ما مدحت لعب مثلا ماتشين 4 وكل واحد في مكانه لغايه لما اخف الاضرار اخف الاضرار. والزمالك لو لعب بيلعب بطريقه جوارديولا يا كابتن، ما انا عارف. وكلوب شويه لما بيطلع الباك رايت ديفندر، وساعات بيطلع المساج فكر جوارديولا والزمالك في دي بروين ولا في رودري ولا في ووكر ولا في لا الزمالك عشان تطبق الطريقه دي اولا لازم لعيبه معينه، لعيبه مش هي دي، لعيبه مختلفه خالص عن دي. يعني توتال لعيبه الزمالك دي كلها 3 4 اللي يستنوا الموجودين بس. طبعا بس الباقي كله لا. ما مين يعني مثلا مين اللي يكمل من لعيبه الزمالك لا اصل زيزو شيكابالا شوف المسلوسي على قد ما كان وحشته قبل كده بس احسن يعني اهو اسمه باك رايت، انت فاهمني؟
فتوح طبعا فتوح ده لازم يرجع، الونش ده من اللعيبه الونش. الجزيري تقييمك ليه؟ لا يكمل؟ لا. لا 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 ده بيلعب من ايام ما كان في طنطا. يا جماعه الزمالك لازم يجيب فيرويد تقيل، ما خلاص شكرا. هقول لك خبرين وعلق لي عليه. خبر ليه علاقه بالمدرب، لان موسيماني اداره الزمالك تواصلت معاه، بيتسو موسيماني، وهو طبعا خلاص يعني يعتبر هيرحل من اهلي جده او رحل خلاص. رحل خلاص وفي انتظار طبعا عروض. الزمالك متواصل معاه وحطه على لائحه المدربين، قال لهم انا عايز 10 صفقات علشان امضي للزمالك. قال لهم كده بصريح العباره، السكواد اللي في الزمالك ده ما يفرقش ولا يعمل حاجه الموسم الجاي، انا عايز 10 صفقات، لو هتجيبوا ال 10 صفقات بس الوكيله بتاعته مش هي اللي تجيبهم. المدام ما تجيبش الصفقات دي، ما هو ال 10 دول هتلاقي فينهم اثنين كويسين. اشتغل اهو، اشتغل بعد ايه؟ بعد ما قعدنا نغير المكنه بتاعته، احنا عاملين له عمره مرتين. مش مع موسيماني برضه. لا مش مع موسيماني، موسيماني كل اللي جابهم. طب انت شايفه ينجح مع الزمالك كابتن؟ يعني وضعية الزمالك مع الميركاتو الجاي مع موسيماني وتجربته السابقة في الأهلي وخبراته الأفريقية، حالة تنجح ولا؟ طبعا كارتيرون نجح مع الزمالك لما كان مع الأهلي. يعني كان في الأهلي الأول وبعدين لما راح الزمالك نجح. المشكلة مش في المدرب يا كابتن، أقسم بالله لو جابوا جارديولا دلوقتي للزمالك هيمشوه بعد برضه ماتشين ثلاثة. المشكلة مش في المدرب، المشكلة في نوعية اللعيبة، المشكلة في طموحات اللعيبة، المشكلة في اللعيبه الكبيره اللي في نادي الزمالك. يعني ما فيش غير شيكابالا وزيزو اللي يقدروا، حتى الونش اتصاب، اللي يقدروا يتكلموا مع اللعيبه. وليد لما انا صغير ودخل اوضه اللبس وما لقيش حد قائد وما لقيش لعيب كبير، دي مشكله. انا ببص على السكاوت بتاع الزمالك، انا فوجئت بالاحتياطي. ممكن يبقى لعيبه كويسه، انا عارف بيسو ده من الناشئين، بس ده ما يشيلش نادي الزمالك. محيي جمعه انا اول مره اسمع عنه، زكي جمعه، مين زكي جمعه ده؟ عبد الله محمد ممكن لعيبه كويسه. أيوة أيوة. بس مش وقتها تتكلم انه وضع مش وقتها. حتى اللعيب يتحرق، يعني اللعيب في الوقت ده هيحرقوا الولد اسمه سكر، لعيب كويس قوي. بس واتاخد في اوقات مفيش. مش يعني لعيب زي ده هيتحرق حرام. فانا بقول ان المشكله مش في المدرب ولا لجنه كوره ولا اداره ولا اللعيبه نفسها. عشان نادي الزمالك يقف على حيله فعلا زي ما موسيماني قال، بس يبعد عن هو على الاختيارات، ملوش دعوه. طيب انا عندي خبرين لعيبه كويسين، عايزك تعلق على الخبر الثاني مش الاول. الاول عادي. رؤى يطلب فسخ عقده مع نادي الزمالك، واعتقد يعني انه رؤى الفتره الاخيره ما بيقدمش احسن حاجه، وحاسس ان في هجوم مستمر عليه من جانب الجماهير، حاسس ان هو مظلوم في الهجوم ده، فطلب فسخ عقده. لكن الخبر اول مره اشوف لعيب حاسس ان هو هيمشي فهو اللي بيسبق. برافو عليه، شكلها حلو. طب اللي انا عايزك تعلق عليه بقى، سيف جعفر يوقع لنادي بيراميدز. من مصادرنا مصادر مؤكده انه سيف جعفر وقع خلاص لنادي بيراميدز زي ما حصل مع يوسف اسامه نبيه، وانهى الاتفاق وكل حاجه والتفاصيل الماليه وكل حاجه. وحاليا اداره نادي الزمالك اتبلغت طبعا من جانب سيف فاروق جعفر انه مضى في بيراميدز، وبيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يخلوه يتراجع ويخلص الموضوع مع بيراميدز ويسترد عقوده علشان يجدد مع نادي الزمالك. ما تعليقك يا عم؟ تعليقي ان ده امر طبيعي للحاله اللي بيمر بيها الزمالك اداريا، ان يفرط في مش هقول مستقبل عنده، يعني سيف ويوسف دولت مستقبل. الاداره اعتمدت ان دول ولاد ابناء لعيبه يعني فقاعدين وقاعدين. لا 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 كان زمان ما عادش الكلام ده في كان زمان. يعني انا كنت مع شمال فبيقول بقول له يوسف خلاص هو مضى وحقه وبتاع وابوه لازم. قال لي طب لو انت ابنك في الاهلي؟ فقلت له لا يفضل في الاهلي. قال لي امال ايه؟ فقلت له لا اصل في فرق. صح الاهلي اي حد يتمنى يروح يلعب في الاهلي. يعني مش عشان اخد فلوس، ده انا تدفع فلوس. والزمالك طبعا اي حد يتمنى يلعب والزمالك في الزمالك. انت تقصد ان الظروف الحاليه ان سيف يروح يمضي في بيراميدز ويوسف يروح، ده تعطيل من الحالة الإدارية اللي بيمر بها الزمالك، إن ما حافظش على لعيبته. ده كان لازم يتعمل لهم عقود من فترة طويلة وخلاص دول ولاد النادي وي. إنما تعتمد إن هم في الظروف المهرجلة دي ما هيمشي أكيد، ما كل واحد بيدور على مستقبله. كابتن عبد الجليل أمتعتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا ليك. ويعني إن شاء الله بإذن الله بكرة حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. خلاص وقتنا خلص، بكرة إن شاء الله يكون موجود معاكم الأستاذ محمد شبانة، وكالعادة نكمل كلامنا في كل ما يخص كرة القدم. شكرا لكم. We'll be right back.